بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. يا مساء الانتصارات، واهلا بالتاخير اذا كان بسبب هذه الانتصارات. انتصارات للشعب، انتصارات للنادي الاهلي، انتصارات في كل مكان، ويوم جميل جدا. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. بنعتذر طبعا عن ان احنا بنشوف حضراتكم في وقت متاخر شويه، سهرناكم معانا، لكن هنستمر لمده ساعتين فقط حتى الساعه الواحده ان شاء الله. وزي ما اشار المهندس عدلي، ده بسبب الانتصارات، ومستعدين لمزيد من التاخير بشرط مزيد من الانتصارات. بس ما تتعودوش على كده. احسن مستقصديننا في الماتشات، الجدول بيتحط على ملك وكتابه دلوقتي. انا حاسس بكده يعني. لكن قبل ان ناتي الى الاستوديو، طبعا ظهرت نتيجه الاستفتاء، نتيجه الانتخابات الرئاسيه. الانتخابات الرئاسيه، الناس يراها يعني معركه محسومه كما لو كانت استفتاء، وهي استفتاء. انا ليه بقول استفتاء؟ استفتاء على وجهه نظر الشعب في الحشد. انتخابات تكاد تكون محسومه، كل عارف كده، ولكنها كانت رساله من الشعب يستفتي على ثقته في نظامه. هو لم يأتي هذا الحشد الهائل عشان في قلق على نجاح الرئيس السيسي، ولكن كان رساله يا جماعه انتوا بتختبروا صبر الشعب المصري. لا، هو شعب قوي وصبور ويقبل التحدي، وهينزل يقول لكم احنا ورا جيشنا، احنا ورا قيادتنا، لان الوقت لا يحتمل مزيد من المتاجرات السياسيه. وكان اللافت الحقيقه فيما اعلن من ارقام اعلنتها الهيئه الوطنيه للانتخابات، هذا الحضور اللي نسبيا يعتبر كبير. احنا بنتكلم على انتخابات ما فيهاش هذه المنافسه الحاميه اللي هي جاذبه للناس او محركه للكتل الصامته، لكن بكل هذه الايجابيه يقدم على المشاركه في الانتخابات 24,254,152 فرد. ده بنسبه 41.5% من الاجمالي ليهم حق التصويت. من اجمالي الاصوات الصحيحه حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 97.8%، بالتحديد 21,835,387 صوت. بينما حصل الاستاذ موسى مصطفى موسى على نسبه 92.2%، وتحديدا 656,534 صوت، وبلغت الأصوات الباطلة 1,762,762 صوت بنسبة 7.27%. الأرقام بهذا الشكل لو عكست شيء أو برهنت على شيء، فإنما تبرهن على هذه الإيجابية الشديدة من قبل الشعب المصري اللي شارك في الانتخابات رغم كل ما تعرض له من محاولات تثبيط همته، الادعاء بان الانتخابات محسومه، مفيش منافسه، لكن كان التصويت على ايجابيه الشعب المصري في حقه في المشاركه السياسيه يا باشمهندس. وفي اللحظه دي هي وجهه نظر. الشعب رغم كل ما يقال والمعاناه وعمليه الايه؟ تثبيط الهمم بتصعيد المشاكل والدعوه الى عدم النزول والمقاطعه من بعض الطيارات، لكن كل ده كان يقابله ايه؟ في مجهودات للحشد، وده طبيعي. لما تقول لي ما تنزلش، في ناس تقول لك لا لازم تنزل، طبيعي وطبيعي جدا ان يبقى المؤشر هيعكس اي التيارات استطاع ان يكتسب المصداقيه. انت لما تشوف حتى الانتخابات الماضيه بتاعت الرئاسه بتاعت 2014، ما تصورش انها وصلت لهذا الرقم. يعني الرقم المره دي كان 41%، ده رقم انا شايفه رقم كويس في ظل الظروف اللي زي ما انت بتقول ما فيهاش المنافسه التي تجذب تشجع المواطن انه ينزل، مش قلقان على حد، وفي نفس الوقت المنافس ما عندوش القاعده اللي تخلي له ناس تنزل له بالكثافه دي. فاعتقد ان ده مؤشر مهم جدا يعكس مدى الثقه في ان لازم نكمل اللي ابتدى مشوار يكمله عشان نجني ثمار فاتوره دفعت بالفعل، وسيستمر الشعب في سداد اقساطها لحد ما يحصل على
فوائدها ونتائجها بإذن الله، لأن في مجهود جامد جدا قد بذل. لازم نشوف اللي ابتداه يحصد نتيجته. مبروك للشعب المصري نجاحه في هذه التجربة، ومبروك للنادي الأهلي الذي بمن حضر يستطيع أن يحقق الفوز المتتالي ده في كرة القدم. ولكن قبله يفوز النادي الأهلي اليوم 3-1، وأول شوط يخسره في الكرة الطائرة، وهو شوط غريب جدا لأن الماتش كان يبدو سهلا. هو مش سهلا، كان يبدو الأهلي متفوقا جدا، لكن يبدو أن التراخي أتى بنتيجة عكسية، وكان أن يخسر الأهلي هذا الشوط، لأنه لو دخل بروح مش خايفة أو مش قلقة على ماتش سموحة قد يكون هناك خطر، وما زال الخطر في أن لا يكون الأهلي في يوم سموحة تحدي قوي في البطولة. نتمنى إن شاء الله مزيد من التوفيق للاعيب النادي الأهلي في البطولة علشان يكملوا سلسلة الانتصارات الحقيقة اللي بتتحقق على كل الأصعدة وكل المسابقات وكل الألعاب في النادي الأهلي. لكن وأنا بسأل المهندس عادل القيعي قبل الهوى بلحظات عن عنوان مناسب لهذه الحلقة القصيرة لمدتها ساعتين فقط، كان رأيه وما زال الهرش مستمرا. ليه كده؟ لا انا ملاحظ ان التركيز كله على كلمة دلوقتي ايه؟ بطلوا كلموك في الدوري والمكاسب ونادي القرن ونادي الدولة بكلمة، وده نادي المبادئ وده ايه اللي انا عايز اعرف ايه الكلمة اللي مش عامل حساسية وهرش دي؟ احنا شايفينه نادي المبادئ، انتوا شايفينه غير كده، استمتعوا برؤيتكم، لكن اوعوا تفتكروا ما دي عامله زي بالظبط اللي كانوا بيقولوا ما تنزلوش وما عبروا عن مقاطعتكم كده. لا يا حبيبي، هو نادي المبادئ، هو انت لما تيجي تقول لي عبد الله سعيد بيتمرن ده ضد مبادئ الاهلي، ده في واحد صحفي كاتب هذا الكلام، لكن طب لو ما نزلتوش هيبقى هو ده نادي المبادئ؟ فين مصلحه مصر؟ هو قال عبد الله سعيد مش موقوف ومش مجمد، معروض للبيع، مطروح للاعاره، وهذا يحل مشاكل كتير لمنتخب مصر قبل ما يحلها للنادي الاهلي. يعني في ناس بتدعو، وانا ارى ان الاهلي قد يستجيب لهذا اذا كان هذا طرح جاد. يعني هلا طب هو ليه عبد الله سعيد ما يروحش يلعب من دلوقتي في نادي في اوروبا في الدوريات اللي ما زال باب القيد مفتوح فيها؟ سمعنا ان اوكرانيا وروسيا مش عارف، ونفس الاجواء بتاعه المنتخب، ولا اظن النادي الاهلي في ساعتها هيبحث عن المكسب المادي. قد يتنازل الاهلي عن حصته في هذه الاعاره في مقابل ان عبد الله سعيد يعد بعيدا عن الدوشه دي اعدادا جيدا لصالح منتخب مصر. عندما يعود يكون هناك كلام اخر، لكن انا هذا الطرح ما هوش بعيد عن مائده الاتحاد، لو اراد الاتحاد سيلقى التعاون. عموما هنتعرض لاسباب الهرش ودواعي الحساسيه وليه الحديث عن مبادئ الاهلي وتقاليد الاهلي دلوقتي ليه بيلاقوا هذه الحساسيه لدى البعض؟ اتفضل. بيتنازعك حاجتين. هو لو الوقت طبيعي كان في قرارات كتيره جدا هتتغير، لكن انت الوقت مش طبيعي، ده انت بتستعد، المنتخب مصر بيستعد لتحدي كبير جدا طال انتظاره، ولاعب مهم جدا وضع نفسه وضعنا جميعا في هذه الإشكالية إن احنا نبقى معرضين لذاك أو هذا أو ذاك. وأعتقد إن الكلام الكتير في هذه القضية بيضر اللي بيتكلم فيه أكتر ما بيضر أي طرف تاني. يعني ما الأهلي ما زال يواصل انتصاراته وما زال هجيلك بالتأكيد. ماذا أدار الأهلي من إن كنتوا عمالين تطعنوه بالدبابيس ولا حاجة؟ هجيلك في التفاصيل في هذه القضية اللي هي مثيرة للحساسية وتستدعي أو تستوجب المزيد من الهرش الحقيقة. لكن النهاردة الأهلي متابعين في بطولة الدوري اللي هو احتفظ بلقبها، يعني الأهلي بيلعب دلوقتي عريس بعد الفرح، هو خلاص أتم الحفاظ على اللقب، احتفظ بالدرع في النادي، حقق اللقب الأربعين له في الدوري ورقم كبير جدا الحقيقة. وصل الأهلي بهذا الفوز على طنطا النهاردة 2-1 بالهدفين اللي سجلهم جونيور أجاي ومروان محسن، وسجل محمد جابر الهدف الوحيد لطنطا. وصل الأهلي للنقطة 78 مواصلا رحلته نحو ضرب رقمه القياسي. قلت لكم الأهلي بينافس نفسه، ولو جبت آخر ثلاث أرقام ورا بعض هتلاقي كلهم متسجلين باسم الأهلي. كل جيل
يقدر يزيد على الجيل اللي قبل منه علشان تفضل المسألة مستمرة. الأهلي بهذا الفوز وصل للنقطة 78، بيسعى لضرب الرقم القياسي المسجل باسمه أيضا، لأنه يحتاج للفوز في المباراة المقبلة أمام سبوحة عشان يعادل رقمه القياسي في الفوز المتتالي. كان الأهلي صاحب رقم الفوز المتتالي في الدوري في موسم 2004-2005 وهو 17 فوز متتالي. إن شاء الله الأهلي يواصل الفوز في البطولة أو في المباراة اللي جاية، وده دافع من الدوافع. أيضا محتاج الأهلي جون واحد عشان يعادل الرقم القياسي في الأهداف اللي سجلها في موسم واحد. سجل 70 هدف، يحتاج لأنه عنده في موسم الحالي 69 هدف حتى الآن، جون واحد يخليه يعادل الرقم القياسي، ويحتاج جون بعد منه علشان يكسر أو يعادل رقم الترسانة القياسي في 71 هدف في موسم واحد. 71 هدف في موسم واحد للترسانة، لو الأهلي تخطى هذا الرقم هيبقى عمل كمان السنة دي أرقام قياسية خاصة بيه. الأهلي زي ما حضراتكم عارفين بقيله 5 ماتشات، عنده سموحة وعنده وادي دجلة وعنده بتروجيت وعنده المصري وعنده أخيرا الزمالك. دي الدوافع اللي الكابتن حسام البدري بعد ما حقق الهدف الكبير في الاحتفاظ باللقب بيسعى لتطوير أرقام القياسية للأهلي في تاريخ البطولة. شريف إكرامي ووليد سليمان نجم الأهلي المصابين أجروا بعض التدريبات حول الملعب ثم أدية تدريبات تأهيلية. أنتوا عارفين أنه وليد سليمان كان عنده جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة، وشريف إكرامي عنده أيضا كدنة في كحل القدم، الاثنين ما شاركوش في المباراة وشاركوا في التدريبات التأهيلية. عندنا تقرير من الملعب نظرا للاستوديو التحليلي طبعا كان مقتضبا، ما تيجي نشوف كابتن سيد بعد المباراة. بعد المباراة. مبروك لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، فوز النادي الاهلي على فريق طنطا بنتيجه 2-1 في الاسبوع رقم 30 من بطوله الدوري الممتاز، وبيواصل النادي الاهلي انتصاراته المتتاليه في هذه البطوله. معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد ببارك لك طبعا، فوز النهارده رغم حسم النادي الاهلي بطوله الدوري، لكن اعتقد ان هو كان فوز مهم لان في العديد من الاهداف بالنسبه للجهاز الفني خلال هذه المرحله. يعني الحمد لله طبعا على المكسب، يمكن مباراة جاية بعد فترة راحة وفترة توقف، الحاجات اللي هي بتبقى بعد المسافة الطويلة من التوقف ولا حاجة بتبقى مباريات مش سهلة أبدا. نسبة التركيز بتقل شوية، الاهتمام بيقل شوية، الدوافع بتقل شوية، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني المكسب النهاردة كان مهم زي ما أنت ذكرت، وخصوصا أن أنت كمان الموسم بتاعك ما انتهاش، لسه عندك مباريات ومراحل مهمة، منها مثلا على سبيل المثال مباراة كأس مصر وكمان أفريقيا. يعني ازاي بيتم تجديد الدوافع يا كابتن سيد بعد ما حسمنا البطوله وبشكل يمكن اكثر من رائع عشان نحفز اللاعبين للفوز في بقيه المباريات ويكون عندهم دافع قوي للاداء بشكل جيد؟ التعامل بيبقى ازاي؟ بص، يمكن هو الاهلي دايما بيلعب على المكسب، ومهما كانت الاحتياج للمباريات او في ارتياحيه في المباريات، هو طالما انت بتعرف النادي بيبقى مطالب ان انت تكسب بشكل مستمر يعني. لكن الحمد لله رب العالمين طبعا على كل شيء، يمكن اللعيبه كلها عارفه ده كويس جدا، وحتى في فكره ان انت اللعيبه بتتعور او اللعيبه بتبقى بعيده لاسباب جهاز فني بيعملها يعني، لكن الكل بيبقى عندنا نفس الثقه في امكانياته وقدراته، والحمد لله رب العالمين ده بيبقى على ارض الواقع يعني. أزروا في حاجه مصابش خارج؟ أزروا اول ما حس ان في اجهاد في العضله الخلفيه، كابتن حسام فضل على طول ان هو يريح يعني. بالنسبه لباقي اللاعبين المصابين، يعني مين اقرب لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله من المصابين ان هم يعودوا الفتره الجايه بالنسبه للفريق؟ عندنا حسام معشور وعندنا وليد سليمان، شهر رحمن باذن الله يبقى لهم تواجد باذن الله يعني الماتش الجاي ان شاء الله. علي معلول لسه شويه؟ علي معلول ممكن يكون الماتش الجاي صعب شويه. مباراة سموحة مباراة قادمة، شايف المباراة دي ازاي؟ فريق قوي فريق سموحة، في نفس الوقت النادي الاهلي طبعا يعني خلاص حسم بطولة الدوري زي ما احنا عرفنا، واكيد مباراة هتبقى قوية برضه. اكيد يعني فرقة سموحة عندها قدرات كويسة وعندها عناصر كويسة جدا في فرقتها وعندها جهاز فني طبعا على مستوى عالي، خلينا نستعد ليه ونحضر المباراة بشكل كويس وان شاء الله نعمل نتيجة كويسة. الاهداف يا كابتن سيد المطلوبة من اللاعبين الفترة دي وبتحديد الارقام القياسية، هل بتفكروا فيها؟ مركزين في الجزئية؟
يعني ده اي مرحله بيبقى لها اهداف، حاجات اساسيه بتحاول ان انت توصل لها بدري بدري، وبعد كده بتخش على بعض الاهداف اللي انت بتحاول ان انت تحققها. بالتاكيد الارقام اللي انت ذكرتها بتبقى شغله التفكير والاذهان، لكن عندك اهداف اساسيه. الاهداف الاساسيه الحصول على بطوله الدوري الحمد لله اتحقق، الاهداف الاساسيه ان احنا نمشي في الدوري بشكل كويس بعد ما حسمنا البطوله، بتعامل مع المباراه ان انت عايز تكسب بشكل كبير. عندك كمان المرحله اللي احنا داخلين فيها زي ما ذكرت لك هي مباراة الكاس، بتستعد له بشكل كويس، بتحضر له بشكل كويس. عندك الدخول في افريقيا عايزين نخش فيها من البداية بشكل كويس ان شاء الله الرحمن يأهلنا ويساعدنا في التواجد في المراحل اللي بعد كده في افريقيا. طبعا واضح ان كابتن سيد بيتكلم في اهداف المرحلة، وكان كلام منطقي واقعي جدا، ولازم الناس تاخد فرص، ولازم الناس يعني يتم تقييمها بشكل موضوعي. النهارده في نجوم، مش نجوم، في ناس نجحت في اداء الادوار المطلوبه منه. يعني انا لو تجيبوا لي الجون الاولاني اللي جابه الاهلي، يعني اعتقد ان التمريره بتاعت ميدو جابر هي التمريره اللي بيلعبها النادي الاهلي. يعني هنشوفها اهي، وبعدين نشوف الباصه، هي نفس الباصه اللي هي بيسموها اوبتوميستيك باص، اللي هي بتخترق الصفوف دي عشان يقابلها جايب نفس طريقته المعتاده ببطن رجله في البعيده. فاعتقد ان تكرار الفرص لمثل هؤلاء اللاعبين هتخليهم يعني يحفظوا الاسلوب. ايضا انت قلت يعني ليك راي ان اكرم توفيق نجح تماما في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني هو والسوليه كانوا كويسين جدا. نفس البص، يعني رؤيه عاليه جدا، والتاني قرار اعتاد عليه. كمان الجون اللي جابه مروان محسن، لما تشوفه ابراهيم العزيز ابراهيم الجون ده هتشوف فيه قرار ماركت مروان محسن. اللي عجبني في الجون ده ان مروان عنده الثقه في نفسه وان يلف ويحضن ويلف وياخد الـ 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 القرار بالتصويب. ده بيعكس انه ابتدى يسترد شخصيته بشكل كبير جدا، انه هو ان كان محطه الى انه ما زال يتذكر انه كان يلعب هذه الالعاب فيستطيع ان ينفذها ويحرز هدف. انا سعيد بالهدف اللي احرزه مروان من اجل النادي الاهلي، من اجل المنتخب. تجهيزه في الفتره دي الحقيقه مساله مهمه جدا، وما اعرفش اجاي قصد التفويته دي ولا كان عايز يلعبها. كان عايز يلعبها، كويس اني ما جاتلوش. كنت عايز اقول اسيست برضه بدون ان يلمس الكره. باسم علي خضع لجلسة علاجية النهاردة لأنه بيعاني من شد في العضلة الأمامية. وباسم من اللعيبة الحقيقة المهمين الفترة اللي فاتت، كان الكابتن حسام البدري بدأ يديله كتير، وباستمرار لما بياخد بيعمل فعلا إضافة وبيجيله شد. لازم نشوف حل، يلعب كويس. يعني اللعيبة اللي هي عندها إصابات متكررة حقيقي مش في نفس المكان لكن بنفس الأسلوب، لازم يبقى أنا الأوان تتعمل ورشة طبية تشوف لنا الظاهرة دي. لأن أنت لو هنقول الأحمال إحنا بنشيد بيها، اللي هي اللي حطك في منطقة بدنية أعلى من بقية كل الفرق. حتى الاحتياطي بتوعك يعني أنت بتيجي الشوط الثاني بتحسم الأمور. فده معناه أن الأحمال مش بريئة من هذا الكلام. إنما إذا كان وبعدين اللي بيصابوا ايضا اللعيبه مش ما عليهاش لود، يعني مش بتلعب مش مرهقه. عايزين تحليل علمي لهذه الظاهره. طيب النهارده كان من ضمن اللاعبين اللي الكابتن حسام البدري بدا يديهم فرص بعد حسم الدوري علشان يقدر يجهز الكل للبطوله الافريقيه على لطف حارس المرمى. شفناه النهارده في حاله من الثبات والجديه، شفناه في درجه بدنيه جاهزه جدا وعنده نفس اليقظه. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الاهلي مع الزميل امير هشام بعد المباراه، نشوف رايه في لطفي وفي مرمى الاهلي. ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده رغم حسم بطوله الدوري، لكن الفوز كان مهم. الحمد لله رب العالمين. احنا تعرف احنا عندنا اهداف كتير من خلال طبعا الماتشات اللي باقيه في الدوري، منها طبعا ان احنا يعني عايزين الماتشات دي نخلصها ان شاء الله كلها مكسب ان شاء الله عشان نوصل في ارقام كتير، يعني مش هنتكلم عليها غير لما ان شاء الله نحققها. يعني انا بقول الحمد لله على المكسب النهارده، وان شاء الله اللي جاي برضو يعني بنفس تركيزك ان شاء الله عشان نكمل الدوري ان شاء الله كله مكسب ان شاء الله.
تقييمك لاداء علي لطفي النهارده؟ والله علي مجمل المباراه ما شاء الله، يعني الحاجات اللي جات له كلها اتعامل معاها بشكل كويس قوي. الحاجات العرضيه فيها طلع بشكل كويس قوي، في الشوط الاول طلع في واحده كويسه في بدايه المباراه في اول 5 دقائق او 10 دقائق. الشوط الثاني طلع في 3 كرات بالعرض برده بشكل كويس، في شوطه كده من بعيد اتعامل معاها كويس. مجمل المباراه علي ما شاء الله هادي، حتى التوقيتات اللي في حاجات ورا خط الظهر ما طلعلهاش برده، كان كار كويس جدا. في انفراد في الشوط الاول اللي جت في الشبكه من بره طلع برده وقفل عليه، وكان تمركزه فيها كويس قوي. بشكل عام يعني ما جاتلوش حاجات كتير، انما يبين ما شاء الله يعني هادي، عنده ثقه في نفسه، فاتمنى له ان شاء الله التوفيق مع زمايله ان شاء الله. يعني هي دي السياسه اللي هيتم اتباعها في باقي 5 مباريات في بطوله الدوري، باشراك علي لطفي او شريف اكرامي مكان محمد الشناوي، ولا هيبقى على حسب ظروف كل مباراه؟ لا زي ما انت قلت كده، حسب ظروف كل مباراه. مش يعني ما بنحبش نقول قبل المباراه، يعني كل مباراه يبقى لها ظروفها. يعني زي ما انت قلت كده، موجود دلوقتي علي وموجود الشناوي، هم اجهز اتنين دلوقتي. شريف مصاب بقاله فتره حوالي 25 يوم دلوقتي، شريف مصاب فلسه ما رجعش. يعني طمنا عليه يا كابتن طارق، اصابته يعني عباره عن ايه بالتحديد، وان شاء الله يرجع خلال قد ايه؟ والله هو طبعا اللي يطمن اكتر واللي يعني يتكلم في تفاصيل الاصابه اكتر الدكتور خالد، انما هو تقريبا هو عنده كان عنده بيشتكي من الحوض، كان عنده التهاب في عضلات الحوض وكان واخده شويه من الضمه، انما بطمن يعني كل يوم بنحاول نطمن عليه، انما في النهايه طبعا اللي يتكلم في موضوع الاصابه ده اكتر دكتور خالد يعني. فان شاء الله يعني يرجع مع زمايله، مع الشناوي، مع علي، ومنافسه شريفه بينهم يعني ان شاء الله. الهدف اكيد بالنسبه لكم مش بس حسم بطوله الدوري، لكن ايضا الارقام القياسيه سواء في عدد النقاط اللي ممكن يحصل عليها الفريق في بطوله الدوري او في الانتصارات المتتاليه يا كابتن. طبعا احنا دلوقتي يعني 16 مباراه في الدوري، 19 مباراه في بالنسبه لافريقيا والسوبر، يعني في 3 ماتشات مكسب زادت 16 بالدوري بقى 19 مباراه. عندنا كمان ما شاء الله دلوقتي 69 جول في الدوري، تعرف الرقم اللي متسجل باسم الترسانه 71 جول. الرقم كان احنا النادي الاهلي كان حقق قبل كده 67، انما دلوقتي احنا تعدينا الرقم ده بهدفين، عايزين كان ان شاء الله نعدي الرقم بتاع الترسانه عشان يبقى احنا الرقم متسجل باسم النادي الاهلي. زي ما انت قلت كده في برضه عدد البنوط، عايزين ان شاء الله نوصل لاكبر عدد البنوط في الدوري، بالنسبه برضه المكسب حاجات كتير يعني. فان شاء الله يعني بس مركزين ان احنا يعني كل ناخدها مباراه مباراه كده، خلاص نفكر ونفكر في اللي بعدها ان شاء الله يعني. طيب ده كلام الكابتن طارق سليمان، وتاكيده يلعب فيها الشناوي ويلعب فيها على لطفي، ياخدوا فرص اساسيه كامله لحين شفاء شريف اكرامي باذن الله. سعد سمير مدافع الاهلي بيواصل تدريباته التاهيليه في الجيم على يمكن ما شاركش في مباراه طنطا لهذا السبب، لكن اصابه سعد في هذا التوقيت وحاجته ان هو يرجع ان شاء الله دي مساله مهمه جدا للمنتخب الوطني يا باشمهندس. سعد يعني الحقيقه من الناس اللي حظها وحش، انه كان وصل السنه اللي فاتت الناس بتقول افضل لاعب في الموسم، وصل الى مستوى هايل جدا، وبعدين اصيب. من ساعه ما اصيب وهو تشعر انه ما رجعش زي ما كان. عنده الاراده انه يرجع ودي بتطمنك، لكن برضه في هسهس عنده كده، يعني خايف من الاصابه، خايف من حاجه. لو هو سليم 100% او تجرد من مخاوفه دي، اعتقد ان سعد قادر انه يعود الى مستواه، لان مهم جدا للمنتخب بالتحديد ان يبقى سعد سمير في قمه مستواه، لانه رايح مع عداء العالم. صحيح. يعني كاس العالم ده باور. كان زمان امريكا اللاتينيه بتحسم كاس العالم لما كان مبني على المهارات. فلعيب واحد زي بيليه، لعيب واحد زي كيمبس، لعيب واحد زي ارديلس، لعيب زي مارادونا، لعيب يغير لك الليله وتبص تلاقي ان جاب بطوله. انما دلوقتي اوروبا ليه بدات تسود؟ لان التكتيك والمهاره بتمتزج في اداء اللعب مع القوه والسرعه. النهارده لعيب بسرعات زي محمد صلاح يحدث فارق، لعيب بسرعات زي رونالدو يحدث فارق مع فرق ماش من التصنيف الاول. وان كان البرتغال بطل اوروبا، هي بطل اوروبا برونالدو. وعلى فكره المنتخب البرتغالي يساهم في حصول رونالدو دائما على افضل لاعب. طبعا. واللي مش ملاحظ كثره الاصابات، اما انا بقول لك وكل دي اصابات في لعيبه بعضها ما نقدرش نقول انه مرهق. يعني سعد سمير بقاله مده بعيد
فعشان اكرامي بقى له مده بعيد، وليد سليمان عنده جزء في الرباط الداخلي ركبه، ودي اصابه لعب يعني اصابه في الملعب. لازم نشوف الظاهره دي، نشوف اسبابها، والعلم دلوقتي بيوصلك لكل اللي انت عايزه. صحيح. يعني هناك قياسات عضليه، هناك قياسات تقول يقول لك اللاعب ده ما تقرص عليه في التدريب لان ده قابل للتمزق، قابل للشد. اللعيب ده ممكن يجي له كرامبات، نظام التغذيه بتاعه لازم يتغير. اللعيب ده ممكن تدوس عليه في التمرين يجي بالتمرين. مطلوب دلوقتي ان كل لعيب يتعمل له تحليل عضلي، تحليل غذائي صحي، وبعدين يتعمل له برنامج تأهيل في بداية السنة لوحده. الفرقة كلها مع بعضها، لكن في لعيبة عايزة ورش كده. طيب كابتن حسام البدري، بعد هذا الفوز، بعد مواصلة الانتصارات، وأيضا بعد السعي نحو تحطيم أرقام قياسية، نشوفه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد بقول الحمد لله طبعا النهاردة على الفوز النهاردة. أقول الحمد لله على الفوز النهاردة. في نفس الوقت زي ما احنا عارفين، يمكن الحمد لله حسم البطولة في الدوري العام، لكن أكيد قبل كده، قبل ما يحصل التوقف للفترة اللي فاتت، المرحلة اللي جاية دي مهمة طبعا جدا، حتى في المباراة الرباطية في الدوري العام، لأن ما زال طبعا قدامنا إن شاء الله كأس مصر، ودخلنا على المشوار الأفريقي. مباراة مهمة جدا، في نفس الوقت تفكيرنا في الفوز، وتفكيرنا في الأداء، وتفكيرنا بجانب حسم بطولة الدوري العام. عندنا فرصة إن شاء الله برضو الأرقام تبقى خاصة بالفريق الحالي وبالجهاز الحالي، بنحاول إن شاء الله نحققه إن شاء الله. فالمباراة كلها مهمة والفوز مهم، فبشكر اللعيبة النهاردة على تركيزها. في نفس الوقت يمكن فترة كانت صعبة برضو، أما بيحصل توقف وبتلاقي إن الفرقة بيبقى عندها ارتباطات متعددة ومختلفة، سواء منتخب أول أو منتخب أولمبي أو حتى المحترفين في أكثر من مكان، فبتبقى صعبة جدا فترة البداية تاني، بتبقى مهمة جدا، وبتبقى بالنسبة لي مهمة جدا إن التركيز يبقى موجود، ويبقى إحساسي بالتركيز من قبل اللعيبة أنا متأكد منه، لأن ده مهم جدا. والحمد لله اللعيبة عندها وعي، شوف النهارده برضه تركيزها زي ما اقول الاسباب اللي انا قلتها، وفي نفس الوقت طبعا بنستغل المباريات ديت لاسباب متعدده لاشياء كثيره. انا جاهز للاسئله. الله يبارك فيك، الله يخليك. لا، لعيبه النهارده كلها يعني بتأدي بشكل مجدي. المباراه على فترات، وانا بقول طبعا مقبول جدا العرض النهارده، واحد الاسباب طبعا يعني صبري مش من العناصر اللي هي بتغيب كتير على الفريق، يعني صبري بيبقى موجود من فتره لفتره، لكن في زي ما قلنا النهارده في علي لطفي، في اقرب، وزي ما انا بقول في بدايه كلامي ان المباريات المتبقيه مهمه جدا، احد يعني الاهداف ان انت عناصر جديده بتخش، مش جديده هي موجوده، لكن ما خدتش مباريات، لكن تفكيرنا برضو في المستقبل والتحضير للمستقبل في اشياء كثيره جدا. علي حارس مميز، لكن لما بياخد برضو بيبقى عندك اكثر من حارس جاهز، وفي نفس الوقت اقرب برضو انا اكيد في اكثر من مره ان انا بقول ان هو لاعب واعد، فوجوده في الملعب طبعا هو بقى اللي كان ناقص. فان شاء الله باذن الله المرحله اللي انا بقول عليها المتوقعه دي احد الاسباب الهامه جدا، يعني احنا نكتسب بعض العناصر طبعا زي اقرب. انت حاسب المحلي بس مش كده؟ صح، ان انا 17 في مع كريم حسن شحاته دي على المستوى المحلي طبعا. صح مظبوط، لكن انا حسبت فيها الحاجات الافريقيه وكده. يعني هو طريق المباراه وتكسر رقم قياسي اللي حققه برضه الاهلي والزمالك 10 مواسم. يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اكيد انا بقول يعني في بدايه تجمعنا بعد ما جمعت كل العناصر، بقول للعيبه منتخب مصر والاولمبي والمحترفين الجم، احد الاسباب اللي توضحت لهم طبعا الارقام دي، لان يعني مهم جدا، يعني عندنا فرصه، ودائما بنقول انت بتقول اللي حققها الاهلي قبل كده،
فنتمنى ان شاء الله ان بعد فتره ان شاء الله يعني واحنا مش موجودين الناس تتكلم وتقول كان في فتره الاهلي حقق فيها ارقام، فان شاء الله يعني بيبقى طبعا تاريخ وبيبقى شرف للمجموعه اللي موجوده، مجموعه اللعيبه والجهاز، فاكيد احنا مركزين ونتمنى من ربنا التوفيق يعني فيها ان شاء الله. ياسر هايل شكرا. البعض كان يرى ان الفتره الجايه دي فرصه لترضيه اللاعبين اللي ما خدوش فرص. لو سمحتوا اقفلوا لي الاير بيس. ف يعني اسفين مضطرين هنعمل ايه؟ هي من ردود الكابتن حسام بيقول لك اهداف المرحله. ما هياش فرصه للطرديه لا. الناس اللي فاهمها انك بتراضي لعيبه عايزه فرص لا. انما هي فرصه لاعداد لعيبه عشان انت عينك لسه على الكاس وعلى البطوله الافريقيه. فمهم جدا انك حكمك يكون حكم موضوعي ميداني بقى على كل العناصر. مفيش حاجه اسمها احتياطي واصلي، اهو كله بيلعب اهو، وتبقى الدنيا قدامك مفروده بحيث انك تبقى باستمرار عارف الاجهز تحسبا للاصابات الكتيره اللي بتحصل يا ابراهيم يعني. الكابتن حسام حتى لما بيقول لك انا راضي عن اداء اللاعبين كله واخدها ومدرك اهداف المرحله، الكل مستوعب اهميه المباريات المتبقيه، ما هيش مباريات وديه لا. انت تعادلت في طنطا 1-1 وكسبت هنا، والجون اللي دخل فيك يعني في الدقيقه 91، اذا انت وضيعت فرص، عندك فرص. اللعيبه يعني عند محل الثقه وعلى قدر الثقه، واعتقد ان احنا هنخرج من الفتره دي باكثر من نجم. طيب كابتن حسام البدري اشار لحته تنشيط الدوافع، وانه قال ان احنا عايزين في اجيال جايه تقول انه في الفتره من سنه كذا كان في ناس موجوده وعملت هذه الارقام، وده الدافع القوي عند الفريق في هذه المرحله، انه ازاي يقدر يعزز مرات عنده الفوز فرصة المتتالي ارقام كتيره، يعمل رقم قياسي في عدد مرات الفوز المتتالي، ويعمل رقم قياسي ايضا في عدد الاهداف المسجله في موسم واحد، ويعمل رقم قياسي في عدد النقاط اللي حصل عليها اللي حصل عليها. لا ده في كذا رقم قياسي يعني يستطيع ان يحققه الفريق، وهو قاب قوسين او ادنى من تحقيق هذا. طيب في الاهلي وطنطا في الدور الاول كان الكابتن اسامه عرابي في اول مباراه كان فيها بيقود طنطا رخم على الاهلي وتعادل. النهارده اللي مسك بعد منه ايضا عماد النحاس، واحد من نجوم النادي الاهلي والمنتخب الوطني، وبيسير بخطى الحياه جيده جدا كمدرب واعد بشكل قوي. حظه كويس ايضا رخم على الاهلي، ده جاب جون في الوقت المحتسب بدل ما يضيع، وكانت لديه فرصه. والشوط الثاني هم احسن. عماد النحاس انا قلت قبل كده محتاج تجربه قويه متكامله. لاحظوا انه على كفاءته الواضحه جدا عمل تجربه هايله جدا في اسوان. بس اسوان للظروف الاقتصاديه والظروف مستوى الفريق ما كملش. ايضا مسك النصر للتعدين في وقت صعب جدا، مسك الشرقيه في وقت صعب جدا، مسك طنطا في وقت اصعب. لكن كل هذه التجارب الحقيقه كشفت عن ليه بصمة كفاءة عماد النحاس كمدرب، كشخصية كمان عنده شخصية المدير الفني بشكل واضح جدا، بيفرض شخصيته وبيفرض سياسته وبيفرض كلمته على فريقه وبصمته الفنية واضحة. لكن يحتاج عماد النحاس لفرصة كبيرة في فريق مستقر وعلى مدار موسم كامل. أعتقد وقتها هنتأكد أن الكرة المصرية بتكتسب مدرب قوي جدا له طموح وله هدف كبير إن شاء الله. نشوف عماد النحاس بعد الهزيمه النهارده رايه ايه في هزيمه طنطا وفوز الاهلي. يعني الواحد مش عارف يبتدي منين، يعني لما بتلعب بالنادي الاهلي بتبقى كل الظروف بتبقى صعبه على اي فرقه بتلعب بالنادي الاهلي. ولكن المفروض كان عندنا دوافع اكتر، احنا فرقه بتنافس على الهبوط، كان المفروض عندنا دوافع اكتر للمكسب او التعادل، في فرق 4 بوينت بيننا وبين وادي دجله. حاولنا من خلال مباراه واحنا عارفين النهارده ان النادي الاهلي اهدى من اي وقت بعد ما حسم بطوله الدوري. مشينا الشوط الاولاني بشكل كويس، كان لنا فرصه في الدقيقه 45 كانت ممكن تفرق معانا كتير ان انت تسجل هدف في النادي الاهلي وتطلع بين الشوطين عندك دوافع اكتر.
مع اول خطا بالنسبه لنا الشوط الثاني تقريبا في الدقيقه 15 كان الجول الاولاني للنادي الاهلي. الماتش بحس ان هو اتسهل عليهم شويه وبيزيد الضغوط على اللعيبه بتاعتنا اكتر. حاولنا نرجع من خلال التغييرات سواء بدايه بجابر او اسلام الفار او جوده كراس حربه، ولكن في الاخر النادي الاهلي قدر بخبراته ولعيبته ان هو يحسم المباراه لصالح كل واحد. بقول هارد لك وببارك للنادي الاهلي طبعا على بطوله الدوري، وقدامنا اربع ماتشات صعبه والمشوار في البقاء في الدوري اكيد بيتصعب علينا بعد كل مباراه يعني، لكن حظوظنا لسه موجوده وعندنا ماتش صعب في ملعبنا مع الانتاري. نحاول ان شاء الله ان احنا ناخد فيه ثلاثه بونت. في اسئله يا فندم؟ هل ما كانش عدد كبير يعني، التغيير وتدوير اللعيبه في ثلاث اربع لعيبه بس مش اكتر يعني. واحنا برضو بعد اصابات يعني غياب مصطفى محمد راس الحربه مع رضا العزب مع ان انت تريح جابر كان بيشتكي من الاصابه، فبرضو كان عندك ثلاث او اربع لعيبه. لكن في النادي الاهلي مش هتحس بالغيابات قد ما انت كنادي طنطا تحس بالفروقات والغيابات اللي موجوده يعني. لكن كنت يحصل ان النادي الاهلي يريح النهارده كان حسام يريح بعض اللعيبه للماتشات اللي جايه خاصه بعد حسم الدوري. واشتغلنا بيها بشكل كويس عشان نمنع بس النادي الاهلي من الكره من التحضير خاصه في الاثنين في نص الملعب مع السوليه واكرم. لكن قدرنا من خلال ان احنا لما كنا بنقطع الكوره كنا بنعمل هجمات مرتده كان بشكل كويس، ومنها فرصه سيف في الدقيقه 44 او في الدقيقه 45 الشوط الاولاني، لكن كان في تصويب من محمد مرسي او محمود غالي. يعني اقول لك الماتشات الكبيره لما تستغل فيها الفرص تعرف تجيب اجوان زي الجول اللي احنا جبناه بالظبط يعني، لكن هي دي الكورة يعني. سؤال تاني ولا حاجة؟ فرص بقى طنطا كابتن من أربع مباريات اللي أربع بونت يعني أربع مباريات 12 بونت في فرق أربع بونت بيننا وبين دجلة يعني اللي يوصل ل 35 يعني أنت مطالب من الأربع مباريات تقريبا بتسعة بونت. أو اللي يوصل 35 الأول أو بالتوفيق حد ياخد 3 بونت والتاني ما يعرفش ياخد 3 بونت، فكل الماتشات صعبة لكن ما زال الأمل قائم لكل الفرق اللي موجودة. هو نفس السؤال شكرا شكرا. طيب ما زال الفرق زي ما بيقول الكابتن عماد النحاس خاصة في صراع القاع، صراع النجاة من الهبوط واضح جدا، المسائل متقاربة، لكن الحقيقة فرص الثلاثي اللي في المؤخرة الرجاء وطنطا والنصر فرصهم صعبة جدا إن لم يكن فيها شيء من المستحيل ما لم تساعدهم نتائج الآخرين في ما تبقى من المباراة. الفرق بينه وبين دجلة قد إيه؟ لا يعني هو مين اللي قبليه؟ دجلة. طنطا عنده 26 نقطة، دجلة عنده 30 نقطة. طيب. والرجاء عنده 25، النصر 19 هو اللي ظروفه فيها صعوبة حقيقية. ده اللي تكاد تكون مستحيل. آه. لكن ماتشين يغيروا لك الدنيا دي كلها. اه طيب هزيمه عماد النحاس من ناديه الاهلي كانت تقريبا نفس القصه هزيمه ايهاب جلال من ناديه الاسماعيلي. اذا كان الاصفر خسر قدام الاهلي الاصفر كسب قدام الزمالك. اه حاجه مفارقه. آه. الاثنين لابسين نفس الزي نفس اللون. ايهاب جلال قدم عرض قدام ناديه الاصلي الاسماعيلي، يمكن الاسماعيلي كان يقدر يفوز برقم كبير. الفرص اللي اضيعت النهارده من ابراهيم حسن وبقيه لعيبه الاسماعيلي كانت تقول انه الاسماعيلي كان يقدر يعمل رقم كبير على الزمالك اللي ما فازش على الاسماعيلي في الاسماعيليه تقريبا سمعت من 2006. ف 12 سنه والزمالك يفشل في الاسماعيليه. اعتقد حسن عبد ربه كان ليه دور مهم جدا في المباراه،
أداء الزمالك من الواضح تكتيكيا ضعيف جدا بعكس الناس اللي بتروج له، لكن أداء الإسماعيلي هو اللي كان يؤهله أنه يتقدم بقوة ويحافظ على مركز الوصافة. وصيف البطل هو ده الخناقة دلوقتي، مين فيكو يقعد ورا الأهلي؟ المسألة محتدمة جدا. الزمالك وقف رصيده عند 54 نقطة، الإسماعيلي عداه بخمس نقط بقى عنده 59 نقطة، لكن المصري مش بعيد عن الصورة. المصري إذا كان عنده 49 نقطة فعنده مباراتين، فمؤهل المصري أنه يزاحم الإسماعيلي على المركز الثاني، ومرشح الزمالك أنه يتراجع للترتيب الرابع. ده وفقا للماتشات اللي جاية. هو دلوقتي فارق الخمس نقاط يبدو صعب، لكن نظريا يمكن تعويضه برضه، ما تنساش. أيوه. يعني أيوه. لا الإسماعيلي يقترب. هو الماتش ده أهميته أنا أراه أهم مباراة في الموسم، لأن الماتش ده يا إما كان هيشعل صراع المركز الثاني قوي، يا إما كان الإسماعيلي يبتعد بالمركز ده. ابتعد بعض الشيء، ولكن المسألة ما هيش يعني محسومة. كراسي موسيقية. لكن هي ليها انعكاس على المركز الثالث كمان. يعني المصري بعد أن ظن أنه ابتعد عن المركز الثالث، الزمالك يصحح الموقف للمصري. والثالث بيروح كونفدرالية. الثالث والرابع، ما الثالث والرابع بيروح. ولا الرابع بيروح الثالث. والرابع بيروح. الرابع بيروح بيتهم. لا بيروح البطولة العربية أظن. لا البطولة العربية الاتحاد العربي. السنة الاتحاد العربي خد حق يحدد الفرق هو بنفسه. طب ممكن أسألك سؤال؟ السنة دي ليه كان في فرقتين في الكونفدرالية وفرقتين في ال عشان بطل الكاس. والأهلي بطل الكاس ووصيفه الزمالك. وصيف الكاس اللي بيروح الكونفدرالية. الثالث ووصيف الكاس. والثالث فقط اللي يروح. إذا الرابع ملوش حاجة. الرابع بيروح البيت. إذا الثالث فقط ممكن يروح الساحل الشمالي لو عنده وقت. يا عم استنى بس، ما تبقاش مفتري قوي كده يا عم بالراحه. مش كده، انا بتكلم بجد ان في المركز الثالث اصبح مهم. يعني ما هو بيأهلك لبطوله افريقيه المنافسه، يعني بطل الكاس او وصيفه مع الثالث يروح الكونفدراليه. يروح الكونفدراليه، عشان كده انا الفريق الرابع هو اللي كان بيلخبطني. طيب الاسماعيلي اليوم لعب الطريقه اللي يكسب بيها ويكسب بيها مرتاح. الاشكاليه ان والزمالك قد اندفع الى الهجوم، ظهره اصبح مكشوفا تماما. اي كره طويله حتى من المتشتته كانت تشكل خطوره، لان الجنبين كانوا في منتهى فدان، بيتحركوا لوحديهم وفي منتهى السرعه. كريم بامبو اصبح ظاهره، كل ما ينزل بيجيب جوان، يعني اصبح بديل مؤثر جدا. فالاسماعيلي قدم مباراه واقعيه جدا. اللغز في الطريقه اللي هي بعد ما تعادل الزمالك كنت تعتقد ان المباراه رجعت الى التكافؤ وربما الى صالح الزمالك بعض الشيء. فجاه تبص تلاقي اللي بيضيع الفرص الزمالك مستحوذ، لكن اللي بيضيع الفرص الاسماعيلي وبيضيعها فرص متكررة، يعني مش ده ثلاث فرص بس من سبع ثمان فرص حقيقيين ضاعوا كانوا يخلوا النتيجة 6-1. إنما تدرك بقى قيمة حارس المرمى هنا. عواد يخرج كرة صعبة من باسم. ماهيش قوية ولكنها ساقطة في مكان صعب. عادوا إيه اللي بعديها استطيع الإسماعيلي إنه بمجرد ما أحرز الهدف في المباراة أصبحت في حوزته. أنا بقول لك ثلاث فرص من اللي ضاعوا كانت تخلي النتيجة 6-1 في وجود بيدرو مساعد مانويل جوزيه. بيدرو لتاني مرة يكسب، وهذه هي يعني قيمة الصبر على مدرب. يعني خسر مباريات الحقيقة كانت مش صح في حقه يعني، لكن رجع تاني تمالك أمره وهو ينفرد بالمركز التاني بأريحية. طيب الكابتن حسام البدري الحقيقه الشوط الثاني لما ادى فرصه لحسام غالي بان تاثير الكابتانو. وحسام غالي في الفتره اللي فاتت الناس اللي كانت بتفسر عودته من الاعاره السعوديه عشان يرجع لناديه
قال لك فواتير انتخابيه عشان الكابتن حسام غالي كان عنده موقف في الانتخابات عشان حسام غالي ما اعرفش ايه، ومحدش استوقفه كتير كفاءه حسام غالي كلاعب. كلاعب لما يلعب مباراه وديه مع الاهلي في الفجيره نلاقي مارادونا شفته قال ايه عنه في الكلام اللي قاله لنا علي معالي الاسبوع اللي فات. لكن كمان حسام البدري نفسه في رايه في حسام غالي تحدث للكابتن احمد شوبير في الراديو، نسمعه. فرصه استمرار حسام غالي بعد ان اعلن نيته في الاعتزال. حسام غالي بمنتهى المصداقيه انا بتكلم، يعني كنت بتكلم مع ويمكن بعض اعضاء الجهاز الفني هيسمعوني دلوقتي، انا بتكلم اكيد كنت لسه بتكلم وانا موجود في الامارات على حسام غالي، بقول ان في امكانيه ان حسام غالي يستمر تاني في الملعب ولسه عنده الكتر ان هو يستمر في الملعب ونستخدمه في اوقات، لان طبعا طبعا يعني كنت لسه بتكلم معاهم بقول لهم لسه حسام قادر على ان هو يستمر، وحتى امبارح كنت بدردش معاه شويه كده فبقول له ايه ما تفكرش انك تكمل تاني، فلسه بيجي لا لسه يعني انا يعني خدت قرار ان انا قلت له لا لسه ما نستعجلش، بس عشان لسه كل حاجه بوقتها تمام. فحسام غالي لم يتقرب اي حاجه بالنسبه له سواء هيتكلم، لكن حضرتك بتفضل انه يستمر سنه كمان. عنده الامكانيه، عنده الامكانيه حسام غالي، وانت محتاجه في فرقتك السنه الجايه. طبعا. طب ده تصريح مهم. إذن كلام الكابتن حسام البدري على كفاءة حسام غالي وعلى قدرته أنه هو يكمل، مش زي ما الناس فاهمة أنه هو الراجل جاي يبطل ويعلن اعتزاله بالفانيلا الحمراء. ده رأي الكابتن حسام خلي البدري. خلي بالك دور اللي في فترة من الفترات الناس قالت أنه هو مش في صف حسام غالي. يعني دلوقتي كابتن حسام يستطيع أن يلعب دور صانع لعب بسهولة جدا، بس في أي حتة تحطه هيلعب. ده راجل عنده من المهارة والخبرات أنه بالجهد المنظم يقدر يعمل كده. انت مش طالب منه دلوقتي انه يبقى يرجع ويقطع ويزح، ولو انه بيعملها يعني بيعمل فرمل وبيعمل وبيدافع وكل حاجه. الكابتن حسام غالي اعلن انه جاي عشان عايز يعتزل في نهايه الموسم يعني في النادي الاهلي، لكن والله الملعب ده غريب جدا. يعني فويرا النهارده لما يعني يلقى اهتمام النادي الفوير عشان يروح يحترف فيه ويصعد بيه او يعزز مكانته اذا كان هيصعد، ومدرب زي مارادونا يراه لاعب مبدع ويراه كذا، انت بتبقى في حيره. يعني انت لما كان لعيب الناس بتقول لك اقعد وانت عايز تبطل في ناديك، القرار مش سهل برضه. طيب بمناسبه صنع اللعب والفراغ اللي موجود في الفريق اللي الناس شايفاه كده، صالح جمعه نجم الاهلي وصانع العابه المعارض الفيصلي السعودي، يمكن طلع المصري اليوم بيقولوا صالح جمعه بيرفض العوده عشان مش عايز يرجع يقعد على الدكه، وكانه يعني الناس لما اتكلمت على صالح جمعه يرجع لانه هناك فراغ تركه عبد الله السعيد، فالناس لما اتكلمت انه صالح من محتاجه الاهلي انه يرجعه لا، قال لك صالح مش عايز يجي خوفا من الدكه. ده بيقول له خلي بالك هو مش صالح اللي بيقول كده. ده هو نفس الجورنال البهوات اللي ما راهمش غير السموم للنادي الاهلي والتلميحات والايحاءات. يعني الحقيقه حتى ما فيش نوع من انواع التوازن. طب المره دي اهاجم بكره يعني اقول خبر معتدل بعده اعمل وبعدين ارجع اهاجم، لا تك 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 بطريقه مكشوفه قوي قوي مكشوفه قوي. طيب رئيس الفيصلي الاردني يتحدث في قناه دي ام سي عن صالح جمعه وفرص عودته للاهلي او استمراره مع الفيصلي. الفيصلي السعودي. هل يعود صالح جمعه مجددا الى النادي الاهلي ام يستمر مع الفيصلي؟ لا العقد ما في عوده الا بموافقه اللي هو طرف الفيصل السعودي. احنا وشقائنا نادي الاهلي مثل سبق ان كان في تعامل كبير في تواصل وفي تعاون كثير. يعني انا اشكرهم على تسهيل مهمه اللاعب، وايضا اشكر معالي الاستشاري الشيخ اللي تكفل
تبقاه الله يجزاه خير. واحب يعني اكثر لحظات عن اجل سواء كنت ساعد معه. انا شفت لاعبين كبير ولكن بمهارته وحرفنته يعني قليل ان تجد لاعب في موهبه صالح جمعه. كلنا احنا محتاجين صانع لعب في موهبه صفقه صالح جمعه للموسم القادم باذن الله وفيما تبقى من الموسم الحالي. متمسكين ببقائه واستمراره معاكم حتى نهايه التعاقد، مظبوط كده يا فندم؟ اكيد صحيح. اكيد هذا نجم من نجوم الفريق الان في القائمه الاساسيه دائما. يعني الرئيس الفيصلي السعودي متمسك بصالح جمعة لنهاية فترة الإعارة، بيقول عقده ما بينصش على أن أنا أقدر أتخلى عنه أو أتنازل عنه بعد الانتهاء النص الموسم الحالي. صالح جمعة إعارته للفيصلي السعودي كانت سنة ونص، يعني نص الموسم الحالي والموسم اللي جاي بالكامل. فالراجل بيقول أن احنا عندنا احتياج له وعندهم تقدير لموهبته في كل الأحوال. اللي الأهلي هيستقر عليه يخلي جمهوره ما يقلقش ابدا حتى على هذا المركز. الناس اتكلمت على موهبه لاعب بحجم ناصر ماهر. ناصر ماهر له حوار في المصري اليوم بيتكلم على كونه خليفه عبد الله السعيد. لما تشوفوا الحوار وتشوفوا كلام ناصر ماهر وهو لاعب الاهلي المعار لسموحه، لا عنده رغبه. فكره ان هو يعار عشان ياخد فرص واضح ان هي جهزته واثقلته بشكل جيد. سماته الشخصية باينة في كلامه، رغبته وتركيزه في ان انا راجع للاهلي نهاية الموسم بيسعدني جدا. طموحي ان اتدرب مع حسام البدري في الفريق الاول لانني مؤمن بقدراته واعتبره مدربا عالميا لا يقل عن المدربين في الدوريات الاوروبية الكبيرة. ده كلام ناصر ماهر. بيسألوه انت شايف ان انت تقدر تأدي دور عبد الله السعيد داخل الملعب؟ بيقول نعم، دوري داخل الملعب شبيه جدا باللي بيعمله عبد الله السعيد مع الاهلي في الفتره الماضيه. يمكن طريقه ادائي مع سموحه، طبيعه المركز خلت الناس كلها تبقى شايفه ان انا نسخه مكرره من عبد الله السعيد او بيقدر يؤدي نفس الوظائف والمهام التكتيكيه في نفس الملعب. شخصيته واضحه جدا. لما بيسالوه هل يغضبك ان تكون بديلا لعبد الله السعيد؟ قال كلمه بديل في العموم ما قبلهاش، وكلمه بتغضبني انا ما ينفعش اقبل اكون احتياطي لاي حد. كابتن عبد الله السعيد لاعب كبير، لاعب موهبه، لاعب امكانياته عاليه جدا، لكن انا اسمي ناصر ماهر وعندي الرغبه والقدره في ان انا اقدم نفسي. زي ما بقول لكم حوار في مجمله بيشي بشخصيه لاعب جيده جدا، بسمات شخصيه للاعب ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي وللمنتخب الوطني في الفتره اللي جايه باذن الله. حديثه أيضا عن الانضمام للمنتخب حتى رده فيها عقلاني جدا. أنا أتمنى أكون في المنتخب لكن هم دلوقتي بيختاروا الناس الأجهز والناس الأفضل، فأنا مانيش الأحسن من ضمن الناس اللي تم اختيارها، فما أقدرش أقول إن الجهاز تخطاني أو اختار حد وسابني. هو بيقول إن أنا وجودي في الفترة الحالية يهمني جدا إن أنا أنهي الموسم مع سموحة بشكل جيد، ويهمني إن أنا أرجع أركز بشكل قوي مع النادي الأهلي. ده حوار. في حاجة تانية عايز تقف فيها؟ في كلام في سطور طبعا. اتفضل. أنا لما شفته هو عنده 17 سنة أنا قلت هذا واحد سيكون من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر. منتهى الثقة. أنا قلقان شوية من الكلام اللي مكتوب هنا. بصراحة يعني. قلقان. في بعض الأمور على قدر ما أنت مبسوط من إجابات سليمة في بعض الإجابات، لكن أنا قلقان وأقول له يا ناصر بالراحة على نفسك شوية. لا تصف نفسك، دع الآخرين يصفوك، أنا شايفك لاعب متميز. بس أنت ما تقولش أنا لاعب متميز ولا أخشى المنافسة. ما تقولش إن أنا ما أقعدش احتياطي لحد. ما ينفعش. أنا بقول له الكلام ده ليه؟ عشان أنا عايزه يكون من أحسن اللعيبة اللي جت مصر. وأخشى عليه من نفسه إذا فكر كده. أنت تدخل النادي الأهلي يعني عليك ان تخوض صراعا مريرا من اجل التواجد. لكن الرسائل اذا كانت دي رسائل او كانت اجابات عفويه اسمح لي. او اذا كان قال الكلام بالطريقه دي ما اتكتبتلوش الكلام ده، واخد بالك؟ لكن ده في المصري اليوم برضو. ايوه انا قلقان من المصري اليوم ده.
الطريقة اللي مكتوب بيها الحوار تظهره في صورة سلبية وتضعه أمام إنه الشخص شوية مغرور. فأنا أرجو إذا كان دي إجابة، ما ده بقول لك، شوف أنا بسيبني أكمل بقى. أرجو إنه ما يكونش قال الكلام بالطريقة دي. وأنا أنصح يا جماعة، ليه بتروحوا وأنتم مش متأكدين من نتيجة إذا قلت هيقول لك أنا مسجل لهم، هتلاقي كلام في السياق إنه ممكن تستشرف منه أو تستخلص منه هذه المعاني. لكن أنا بنصحه بقى، واحد بيحبك زي ما نصحت صالح جمعة، واحد بيحبه، أنا واحد مقتنع بموهبة ناصر ماهر، مقتنع إن أنا لو أنا راجل يسمح لي أن أكون في موقف الناصح له أو قريبا منه، أقول له الهوينة اثبت وجودك، بلاش كلام، انك تصف نفسك باي صفات ايجابيه، دع ملعبك يفرضك، لكن ما تقولش انا ما اقعدش بديل لحد، ما ينفعش. لو انت مارادونا، لو انت ميسي، ما تقولهاش، مش مقبوله، ما فيش حد هيقبل انك تقول له الكلمه دي، وده اسفين بيتحط بينك وبين الناس المسؤوله عليك. انا بكلمه بصراحه لان انا مش مرتاح لتوجه هذا الحديث. لم يظهره كما اعرفه، لعيب واثق في نفسه بس ما هوش مغرور. انا عارف انه مش مغرور، وعارف انه لعيب طموح بس عارف انه متوازن، يقدر يقول انا بتنافس مع الجميع والمهم صالح الفريق، كلام اللي العاقلين بيقولوه، كلام العاقلين. تحمل مني يا ابني صراحتي حرصا عليك. بمناسبة هذا التقارب الكبير والتآخي الواضح جدا في الفترة الأخيرة بين مصر والسعودية كقوتين عربيتين كبيرتين، السفير أحمد قطان اللي انتهت فترة عمله في مصر سفيرا للمملكة العربية السعودية في القاهرة، كان ضيفا على منى الشاذلي في سي بي سي. الحقيقة السفير أحمد قطان اللي خرج وزيرا للمملكة للشؤون الأفريقية، عضو في النادي الأهلي، محب جدا للنادي الأهلي، ممارس لحبه في النادي الأهلي، كان يوميا موجود في النادي ومتداخل جدا في النشاط الرياضي حتى في النادي الأهلي مع أصدقائه. سفير أحمد قطان اللي بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في عمله في المملكة العربية السعودية كوزير المملكة للشؤون الأفريقية، نشوفه كيف تحدث بكل هذا الحب عن الأهلي والمايسترو مع منى الشاذلي. كابتن صالح سليم في فترة مبكرة وأنا شاب صغير، وأحبني هذا الرجل، طبعا أبناؤه في سني هم أصدقائي حتى الآن، وعلاقتهم بي كانت من علاقتي بوالدهم، وكان الكابتن صالح الله يرحمه يعني له تأثير كبير في شخصيتي، لأنه من بدري علمنا معنى كلمة رجل صحيح، يعني فلو حقيقة يعني. تفتكر أي حادثة حصلت قدامك؟ أشياء كثيرة مع كابتن صالح رحمة الله عليه هقول لك عليها الآن، لكن من كثر العلاقة ما توضّدت بيني وبين أخوانه كلهم، يعني كابتن عبد الوهاب سليم رحمة الله عليه والكابتن طارق سليم رحمة الله عليه، أنا كنت يعني دائما معهم. فالكابتن صالح أنا أتذكر تماما عندما يعني كتبت كتابي، كنت وقتها في بريطانيا وكنت التحق بوزارة الخارجية وكنت عايش في أدنبرا، يعني بأدرس في أدنبرا، وزوجتي كانت عايشة في لندن أو بتقضي إجازتها في لندن، فماني عارف كيف أعيش في لندن وماني لاقي مكان أروح. كابتن صالح الله يرحمه اتصل بي وقال لي البيت جاهز. سكنت في بيت السيدة فاتن حمامة رحمة الله عليها. فعلا؟ نعم، في قلب لندن. فهذه بحكي لك القصة دي أريك علاقتي بالكابتن صالح رحمة الله عليه. إذا جاء جدة لا يمكن إنه يجي بدون أن يزور الوالدة في بيته ويسلم عليها. فأنا الحقيقة لا أنسى له أشياء كثيرة يعني في علاقتي معهم. أجمل ما في العلاقة دي، أجمل ما في العلاقة دي إن هي بدأت قبل ما يبقى في مناصب. يعني أنا قصدي إن المسألة كلها بعيدة عن أي مصالح، يعني في تلك الفترة مفيش مصالح على الإطلاق. متفق معاك تماما.
فأنا هذه الفترة الحقيقة يعني أفادتني كثيرا، فترة اللي هي السبعينات. وأتذكر أيضا عام 73، حرب 73، أنا كنت في القاهرة وكنا نروح إلى النادي الأهلي في رمضان ونتبرع بدمنا في المقصورة الحالية للسيد مختار التتش، تبرعنا للدم في حرب 73 للمقاتلين المصريين، وبقينا الفترة بكاملها في القاهرة في حرب 73. معالي السفير اللي أصبح وزير وهو واحد من أهم الدبلوماسيين اللي جم القاهرة، لأنه ليس فقط كان سفيرا للمملكة في مصر لكنه كان المندوب في جامعة الدول العربية، وهو أصبح بحكم خبرته مع مصر وزير الشؤون الإفريقية. هتقولوا آسيا مالها دعوة علاقتها يبقى أفريقيا؟ لا، ليه علاقة، وعلاقة مهمة جدا. المعالي الوزير أو السفير السابق أحمد الخطان واحد من أعز الناس والأصدقاء اللي ترعرعوا في جنينة النادي الأهلي فعلا، وتربوا معانا واختلطوا بينا، وياما لعبنا كورة مع بعض، وياما لعبنا في ملاعب كرة اليد الخماسية. كان موجود في مصر في حرب أكتوبر 73. طبعا هو يعني متربي في مصر، وأعتقد أنه اتولد في مصر كمان، وله صلة قرابة بآل الشيخ اللي هو الأستاذ أحمد الشيخ في اسكندرية. مش قرابة، علاقة علاقة وطيدة جدا، وكان عائليا برضو والده بيتظاهر معهم، واللي قال لي كده الأستاذ أحمد الشيخ الصديق العزيز الاسكندراني أهلاوي كبير. جت فكرة مختار التتش، مختار التتش أنا لسه عايز أقول لك هو تعرف على قال التتش، في لأن الشيخ قريب التتش. طبعا واخد بالك. فانا عايز اقول لك ان القطان هو سعودي الجنسيه، مصري سعودي الهوى يعني، وهو في قلبنا وراجل محترم جدا جدا. نتمنى له كل التوفيق والسعاده ان شاء الله. طيب، اذا كان الوزير احمد قطان اهلاوي في اسره سعوديه اهلاويه بكل هذا العمق وكل هذا الدفء في الارتباط بالاهلي، رجل الاعمال المصري سميح ساويرس لمنى الشاذلي ايضا، كيف تحدث عن كونه زملكاوي في عيلة أهلوية جدا؟ نشوف. نجيب سويرس أهلاوي. نجيب أهلاوي. وأنت زملكاوي، بتتفرجوا مع بعض على ماتش الأهلي والزمالك؟ كل واحد بيتفرج واحدة. ما بتتفرجوش مع بعض؟ طبعا انا هروح ادور على شله الزملكاويه اتفرج معاهم، يعني مش هروح اقعد في وسط كل الاهلاويه. انا ابويا اهلاوي ونجيب اهلاوي وناصف اهلاوي، فانا هبقى قاعد يعني بغني ظلموه يعني. طب معلش، كاخوات بقى يعني بتنكفوا في بعض في موضوع الاهلي والزمالك؟ لا طبعا، لان هم عندهم ابر هاند يعني من ساعه ما احنا كبرنا والاهلي مقطع الزمالك، فبالتالي مفيش مجال اننا نتخانق. يعني اقليه في البيت جدا. بس انا يعني صامد زملكاوي مش صامدين يعني. صامد. يعني لما يضايقك ويتكلم عن الاهلي يعني بعنفوان كده ممكن ترد عليه ولا تسكت خالص؟ لا بسكت. صعبت عليا. لا يعني صراحة ما فيش حاجة حاليا تخلي الواحد فخور بانه زملكاوي. دي روح الأسرة المصرية طبعا. وهو يعني الحقيقة واخدها بلطف يعني. يعني وده لازم كلنا تبقى العلاقات الرياضية على هذا النحو. صحيح. انها في الاخر انت رايح بتستمتع بكرة قدم عشان تعمل نوع من الترفيه اللي كمان يروض سوءات نفسك ونواقصك النفسية ويديلك صحة نفسية. فما ينفعش انها تبقى كلها عبارة عن مهاترات وشتيمة وهجوم ودفاع لا، الحقيقة يعني المناخ يجب أن يستعيد صحته، ونرجع تاني نفهمها صح. الرياضة أن تنتصر على نفسك مش أن تنتصر على المنافس. واحد من اللي فاهمينها صح في إنصاف الأهلي دايما الكابتن فاروق جعفر. ما أعتقدش حد ممكن يظبط تصريح أو كلام لكابتن فاروق جعفر وهو ابن الزمالك وواحد من أبرز نجومه في الجيل الذهبي بتاعه،
يلاقي فاروق جعفر له كلام ضد الأهلي، حتى في كلامه عن لعيبة الأهلي دائم الإنصاف والإشادة بيهم. كابتن فاروق جعفر يتحدث عن حب وليد سليمان للأهلي في سي بي سي نشوف، أو دي إم سي نشوف. أفضل من مداخلات الناس يا كابتن فاروق بتقول فين وليد سليمان؟ رأيك إيه؟ هل فعلا وليد سليمان كان لازم يبقى له دور أو ممكن يبقى له دور في الفترة الجاية؟ أو يحللنا ده عطفا بس على مسألة حل الجبهة اليسرى. بص إحنا برضك عايزين نقول إن اللعيب الأشول بيعمل طفرة في الفرقة. ليه؟ بيبقى عنده ميزات في الأداء، يعني الأشول ده تلاقيه شوية عبقري في الأداء. يعني تلاقي كل اللعيبة الأشول دول عنده حتة زيادة يعني. عندهم الحس في الأداء أعلى. وليد سليمان لعيبة كويسة جدا، بس وليد عنده مشكلة. وليد أنا طبعا من أفضل اللعيبة، يعني أنا ما رحت بتروجيت وكان وليد وكنت عايز أجيب وليد بأي طريقة، لقيت وليد عيط قال لي لازم أروح النادي الأهلي. كنت عايز توديه الزمالك. أوديه بتروجيت. بتروجيت. راح هو من إنبي. لا ما هو كان في بتروجيت راح إنبي وبعدين. أنا خدته كنت رحت أخده أوديه بتروجيت. ماشي. هو راح دمع وقال لي عايز يا كابتن أروح الأهلي. خلاص ده هو دي رغبته. رغبته. هو لعيب كويس جدا. وهو لعيب فعال على فكرة. خلينا نفتكر بطولة الأمم الأفريقية أو آسف أبطال الأندية ما نزل في تونس. أيوة. غير مرة. اللعيبة كويسة جدا. بس وليد ننسى الإصابة شوية. إن وليد لما بيكون جاهز وبيأدي بشكل كويس وبدنيا بيبقى كويس بيبقى بيعمل طفرة، وخصوصا في الماتشات الفاتحة. يعني وليد بكى عندما طلب منه أن يرجع بتروجيت من إمبي، لكن كيف ذهب من بتروجيت إلى إمبي؟ هذه قصة درامية غريبة جدا. لما دخل المستشفى وليد عيه. قالوا إنه لأنه عزم. كانوا وعدوه أنه يروح الأهلي، وكنا كل سنة نروح نتفاوض عليه ونوصل لاتفاقات، وبعدين في آخر لحظة ما تمش الأمور لحد ما جاله انهيار عصبي ودخل المستشفى. كان يستطيع وليد لو كتب ورقة صغيرة قد كده بمقتضى هذه الورقة انه يروح النادي الاهلي، لكن اللي حصل ايه؟ اختطف من المستشفى الى منزل او في مكتب الوزير. وزير البترول. طبعا. وهو الوزير سامح فهمي راجل كرواجي لعب كرة كويس قوي واهلاوي جامد جدا ومنحاز لإنبي، وإنبي ابنه البكري في الكوره يعني. فقال له انت مش مرتاح في بتروجيت روح على إنبي مش اهلي بقى. وزي كابتن فاروق قال لك كنت عايز ارجعه بتروجيت. فبكى وليد، وانا اصدق هذا الكلام، لان وليد لما جه النادي الاهلي اعتقد وموقفه الاخير في التجديد امضي وما تظلمنيش، وراح مدي لك الورق. وهذه مسؤوليه كبيره جدا عليك طبعا. اما اللعيب بيعمل معاك كده انت بتشعر انك عايز تنصفه باستمرار. فلا لعيب جامد قوي يا جماعه. شوفوا الاجوان اللي بيجيبها. ماركه وليد سليمان من مناطق صعبه في زوايا صعبه بقرارات صعبه. طيب بمناسبة الإجوان اللي بيجيبها، زي النهاردة ولكن في 2 أبريل 1943 الأهلي يفوز على فاروق اللي هو الزمالك 2-0 في دور القاهرة، سجلهم حسين مدكور ومحمد الجندي. يعني أنت مش راضي تقول عليهم رحمة الله إن الأهلي في مارس خد 21 لقب؟ مش عايز تقول دي عشان مارس؟ لا أنا هاجي لك في التفاصيل دي بعدين. طيب. في 4 أبريل 58 الأهلي فاز على الإسماعيلي 8-0، وده الرقم القياسي التاريخي الثابت والصامت حتى الآن. 8-0 للأهلي على الإسماعيلي. الرقم القياسي فين؟ في أنه صالح سليم سجل 7 أهداف وتوتو سجل هدف وضيعنا ضربة جزاء. السبع أهداف بتاعت كابتن صالح يشوطها. هي الرقم القياسي. أنت عارف دي ولا لا؟ خلى الكابتن طارق بقى. وضاعت. وكان لكابتن صالح لو شاطها هجيب 8 أجوان. في 4 أبريل 76 الأهلي بيتعادل مع مونشنجلادباخ الألماني بطل كأس الاتحاد الأوروبي وقتها سنة 75. النتيجة 2-2. سجل هدفي الأهلي أحمد عبد الباقي وأنور سلامة. نفكر حضراتكم بيهم.
نعمل حسابنا انهم بيلعبوا هيدز كويس والهباك ويحط الجول الاولاني يحط الجول الاولاني نمره 11 هينكس صفوت شاط هي دي اعمل هباك اعمل هباك صفت يا عم تخبط واحد وبتروح لاداره تلعب لعب اوف سايد والجول الثاني كوره قنبله يانسن وفات من واحد ولم الكوره وخد معاه اثنين وبيلعبها عاليه بيخش على النص الامام الجول الثاني الجول الثاني الجول الثاني. طيب ده الاهلي ومونشن جلادباخ الالماني، وبالمناسبه مونشن جلادباخ وقتها كان يرغب في التعاقد مع الكابتن محمود الخطيب اللي كان من ضمن او من ابرز نجوم هذه المرحله، وقدم عرض كبير للنادي الاهلي وتمسك الاهلي وتمسك الخطيب بالفانيلا الحمراء. الاهلي ملك البطولات في مارس، المهندس عادلي منحاز لمارس. اصل الشهر ده ما بتعمل فيه 21 بطوله. لا بس انت يعني منحاز لمارس. معلش ما هو طيب انا هضيف في مارس لوحده الاهلي سجل او احرز 21 بطوله. ما شاء الله. المركز في كل الالعاب يعني شارك فيها بطولة. لكنه في كل الالعاب يمكن يكون ابريل شهر الخير ان شاء الله على الاهلي، في انه طايره افريقيا الاهلي بيبلغ الدور قبل النهائي. رئيس اللجنه المنظمه للبطوله بطوله افريقيا للانديه الابطال المقامه حاليا في القاهره الاستاذ محمد الجرحي اخذوا قرار النهارده بتخصيص 500 تذكرة إضافية للجماهير لحضور مباراتي قبل النهائي بكرة مع سموحة إن شاء الله، ويوم الخميس المباراة النهائية. 500 تذكرة متاحة إضافيا للجماهير لمساندة الأهلي ومؤازرته في الأدوار المهمة للبطولة. طيب إيه اللي خلى الناس تجيلها حساسية وليه الهرش مستمر؟ كلام مهم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. ما تبقى من الدوري فرصة للأهلي لتعزيز أرقام قياسية جديدة، والنهاردة الجديد في مباراة طنطا ظهور الفانيلا الجديدة للنادي الأهلي. لأول مرة يظهر الأهلي بالتيشيرت الجديد في هذه المباراة. هذا الأسبوع في مؤجلات الدوري المقصة تعادل مع إنبي 0-0، كان في الأسبوع 23. المصري اتغلب من الاتحاد 2-0، ده كانت من الاسبوع 25. الاسماعيلي فاز على الزمالك 3-1، دي كان في الاسبوع 30. والاهلي كسب طنطا 2-1 ايضا من الاسبوع 30. تتبقى بكره مباراه مؤجله الثلاث، هتبقى سموحه مع المقص. يمكن المواقع والصحف اهتمت بسعي الاهلي للمزيد من الفوز وظهور التيشيرت الجديد للنادي الاهلي. فقال موقع يلا كورة: الأهلي يحتفل بنجمته الرابعة بقميص جديد وثنائية في طنطا. وموقع في الجول قال 16 على التوالي: حسم الدوري لا يعطل قطار الأهلي ويهزم طنطا. موقع 1-3 قال الأهلي يفوز على طنطا 2-1 بالبدلاء في الدوري. والشروق قال الأهلي البطل يواصل انتصاراته ويؤزم موقف طنطا في الدوري. والوطن: الاهلي يضيف طنطا لقائمه ضحاياه بثنائيه اجاييه ومروان. عايز اتوقف هنا لحظه. الاهلي بيأزم موقف طنطا. ونحن نحب طنطا. والاهلي يتعاطف مع طنطا. اللي بيتكلموا بقى عن الروح الرياضيه والقيم والمبادئ والفير بلاي، هو ده الفير بلاي. هو ده الفير بلاي. انك بتلعب وبتسعى للفوز، ودي اخلاق طنطا. وطنطا ها وهي تقدم لك الورود تهنئه بالفوز بالدوري، بتبارك لك. مش نازله تفوت لك الماتش ده. الماتش بالنسبه لها حياه وموت عشان نقطع السكه دي. صحيح. والاهلي يتلقى الورود ويلعب من اجل الفوز. هو ده الفير بلاي، هو ده يا جماعه القيم، هو دي التقاليد، هي ده الصح، هي دي الرياضه، هي دي الرياضه.
دي بداية للمباراة. لكن زي ما قلت لكم في البداية، هي ليه الحساسية مستمرة؟ وليه تعبير الهرش مستمر اللي المهندس عادل قاله شغال اليومين دول؟ الكلام عن مبادئ الأهلي في كل حاجة، يقول لك يا دي مبادئ الأهلي، يعني وكأنه يعني لو واحد خبطته عربية يقول لك يا دي مبادئ الأهلي. تتفرج على حد من الزملاء أو حد من الأخوة الصحفيين، هو بيبقى ميوله واضحة يعني معروفة، هو زعلان قوي ومتضايق قوي إنه عبد الله سعيد ما راحش الزمالك، أو إن الزمالك ما حققش من وجهة نظره صفقة العمر والصفقة صفقة القرن والكلام اللي كان بيتقال. فهو متضايق قوي ومغلول قوي من اللي الأهلي عمله، يروح رايح في سكة المبادئ. طب هي دي مبادئ؟ طب هو أنت يعني كم من المبادئ؟ لأن أنا ما زلت مصمم تقاليد الأهلي ومبادئه حاجة الأهلي مسؤول عنها. والله أنت متضايق، ده حاجة تخصك أنت. الأهلي يتمسك بمبادئه، يتشدد بيها، يفرط فيها، يقلل منها، ده أمر يخصه. كل بيتصرف حسب ظروفه هو، مع تأكيد على أنه في مبادئ عامة لازم الكل يلتزم بيها، في ضوابط في المبادئ. يعني هو يعني التزون يا أستاذ إبراهيم، يعني أنت بتبتزني بمبادئي؟ انما يعني انت عايز تحاربني بمبدئي انا. يعني هي دي المبادئ؟ ايه علاقتك انت بينا؟ يحقق لك اللي انت عايزه يا سيادتك تتقمص، وابقى انا ما عنديش مبادئ، مطلوب مني افرط في حقي عشان ابقى اتمسكت بمبدئي وسيادتك تستفيد. هو ده، هو يعني اللي ما يشوفش من الغربال بقى هنعمل له ايه؟ يا استاذ ابراهيم، يعني لماذا يحقق الاهلي الانتصارات؟ لماذا يغرد منفردا؟ لماذا له طعم خاص؟ لماذا يتحدث عنه الجميع بهذا القدر من الاحترام حتى اللي ما بيحبوش؟ ها؟ يعني التطرف في المشاعر السلبيه ضد الاهلي نتيجه تفوق الاهلي، مش نتيجه اي حاجه تانية. يوم ايه؟ ما يخلص من نادي القرن يقول لك نادي المبادئ نادي الحكومة، وده نادي المبادئ نادي الحكام، وده نادي المبادئ القاسم المشترك المبادئ. كل ما يخلص من قضية وتفحمه بالمستندات وبالحقيقة يبقى يلقح لك على ما. يا أخي أنت مش معتبر النادي المبادئ؟ خلاص أنت نادي المبادئ، ما أنت أعمل لك إيه؟ أنت نادي المبادئ، اكتب اللي أنت عايزه وقول اللي أنت عايزه. طيب ما تريح نفسك، خلاص انت احسن مني، انت خلاص احنا وحشين انسانة بقى. احنا عندنا كود، عندنا معيار، هو ده اللي مشينا، هو ده اللي منجحنا. والاهلي مش عظيم عشان بيكسب، بيكسب عشان عظيم. ولماذا هو عظيم؟ مش عشان المكاسب، لانه يتمسك بخطوط وتقاليد وسمات لا يستطيع غيره ان يتمسك بها. ايوه هو ده الفرق. وعنده في لحظات فارقه ومع لعيبه مهمين ان ياخذ موقفا. لكن انت عايزني في لحظه للمتاجره والضغط عليا ان انا اوقف لاعب؟ اولا اللاعب مش موقوف ومش مجمد، بيتمرن، ولكن اشراكه دي مساله تخص النادي الاهلي وجهازه الفني، ما تخصش معليك. لما لعبتوش فين مصلحة مصر؟ هي دي المبادئ؟ لو لعبته هي دي المبادئ؟ لعيب يعمل فيك اللي هو عايزه وبعدين انا اللي ادرى بكواليسي بدنيتي ايه اللي اعمله، ايه اللي اعمله لصالح فرقتي دون ان اتجاوز، ولا اروح اصالح لعيب مقموص في بيته ها زي ما كان بيحصل ها، ولا لعيب يعني مش عايز انا اخش في حاجات تخص الاخرين. لكن انا وتاريخي يشهد بهذا، انا الاهلي يعني وتاريخي يشهد بهذا، في كل حقبه زمنيه كده وعقد موقف او اتنين يقول لك لا الاهلي بيتصرف نفس التصرف اللي موجود. طب لعيب غلط في حقه ورجع وبكى وايد وكتب ها انت وبعدين يجي يقول لك ايه بقى يا استاذ ابراهيم؟ المقارنات بقى الايه اللي حتى ما فيهاش نضج، يجي يقول لك ايه؟ طب ما عبد الله السعيد ما هو باع الاسماعيلي ها وساب الاسماعيلي وراح الاهلي عشان الفلوس.
انت بقى ايه اديتني بالظبط الرد اللي لازم اقوله لك. بتقارن ايه بايه؟ الاهلي عندما اراد عبد الله السعيد يا حضره المنتقد رئيس النادي وكابتن الخطيب تقابلا وتحدثا في النور وتفاوضا واتفقا على كل مبالغ المطلوب. واحنا كان الحديث معه. ما مش نفس الموقف؟ والناس بيقول لك اصل من حقه في اخر 6 اشهر يمضي ببلاش. طب ما كان الاهلي مضاه وقبضه وخده ببلاش. طب الاهلي ما عملش كده ليه؟ لانه عايز تظل علاقته بالنادي الاسماعيلي حتى وان حاول البعض ان هو يجرحها. انما عندما تناقش الاحداث تجد ان النادي الاهلي حافظ على علاقته بالنادي الاسماعيلي. راح ادالك فلوس في الست اشهر دول، فلوس كويسه. وخد عبد الله السعيد في النور. لكنك انت تقارن موقف انك تتفاوض ولا يعلم النادي الاهلي وتقبض بمبالغ بهذا النحو، سيبك بقى ان ده عبد الله السعيد وان ده النادي الاهلي وده نادي الزمالك مثلا، اي انديه تانية، هو ده القناع للرشوه. لان لو انا والزمالك، لو انا والاسماعيلي، لو انا وعملتها في الاسماعيلي وخدت لعيب ومضيته من وراه وبعدين لعبنا الماتش بتاعنا، ازاي يعني؟ ازاي؟ وبعدين يجي يعني حتى في احد القنوات اتناقشت موضوع يقول لك ايه اصلك انت ما الخطيب قعد مع الشناوي. لم يحدث. لم يحدث. ده كانت الجلسه اللي المفروض ان يعني تجمع بين الخطيب والشناوي وحد تاني. لما عرف الكابتن الخطيب ان كابتن الشناوي قد يكون موجودا اعتذر عنها. رفض ان يجمعوا جلسه واحده واللاعب مرتبط بناديه دون ان يكون الحوار في الضوء. استنى، ده كلام مهم، لان الروايه اللي بيتروج لها انه الكابتن شوبير حكاها بالتفصيل. واقسم الاستاذ خالد ابو بكر بيقدم في قناه الحياه برنامج انه كان شاهد عيان على هذا الموقف يعني. والخطيب عندما علم رفض ان يكون متواجدا في هذه الجلسه وان تضم جلسه واحده معاه وان يتحدث معاه بشكل رفض. هو ده الكلام. فما تقعدش تخلط الاوراق. خلينا في الحقائق، لان ما تقعدش تقول لي هي دي قيم الاهلي في كل كلمه عشان تحاول تمسخ الموضوع وانت بتمسخ. طيب، في مناسبه مبادئ الاهلي وموضوع عبد الله السعيد، بصوا لها كده من اول لقطه. الاهلي عنده عقد مع عبد الله والعقد مستمر، وعبد الله عمال يقول للنادي الاهلي لسه شويه حاضر مش هنختلف هنقعد، والاتصالات والمفاوضات شغاله له مع كابتن. هي دي المشكله الوحيده، دي ده لب الموضوع. مفيش اختلاف ولا خلاف على انه لاعب مهم من حقه يفكر بالطريقه اللي تعجبه، حقه يفكر بشكل احترافي احسن، حقه يشوف فرصته فين، حقه يشوف حقه فين. دي ده قولا واحدا. كمحترف هذا حقه. اللي الاهلي مختلف معاه فيه وشايف ان هو خرق العلاقه الطيبه والواجبه، ان انا كنادي ما قصرتش معاك وما اهملتش حقك وبسعى للتفاوض معاك ومبقي عليك ومحتاجك ومقدرك، كل ده موجود، وبعد كده بتستعملني يا هرم. لا مش على راي محمود عبد العزيز ابراهيم. لا المعنى بعد كل ده والله هي مش متاخده برضو، لان ان بس انت ما بتستعملني او لا، انت قبضت فلوس كتيره قوي. انا هقول لك يعني بعد كل اللي انا بعمله ومش مقصر معاك، انت بتقعد مع المنافس قول لي وبتمضيله وبتقبض فلوس كتيره، كتيره او قليله في النهايه بتقبض فلوس. لا كتيره قوي دي دي. فبالتالي انت يعني فين حقوق النادي؟ الناس بقى الزملكاويه اللي زعلانين قوي انه الاهلي تصرف بهذا الشكل او افسد عليهم فرحه صفقه القاره زي ما كان بيتروج لها،
بدل ما يتكلموا على حق الاهلي في كل ده تكلموا طب هو فين مبادئ الاهلي، طب هي فين حقوق الاهلي، ما هو مش مطلوب مني ان انا علشان تبتزني بالمبادئ والتقاليد ان انا افرط في حقي او ادي لك لعيب مهم عندي على طبق من ذهب. وما يتقليش اصله ده كان جاي من الاسماعيلي، ايوه جاي من الاسماعيلي، بس فين دور الاهلي معاه؟ فين دور الاهلي اللي وصله انه احسن لاعب في مصر وبينافس على اللقب الافضل في افريقيا؟ مش ده دور النادي الاهلي برضه؟ فبالتالي لما الاهلي ينحاز لحقوقه اي يعني انا ترجمتها عشان بيقول لي دلوقتي محمد مصطفى في ودني بيقول لي المبلغ ده بالدولار مليون دولار ونص او 300,000، حطهم النهارده مليون دولار و300,000 هيطلعوا حوالي 30 مليون جنيه او 25 مليون جنيه، 30 تقريبا 5 30 يعني 25 مليون. هي هي يعني المبالغ هي هي، لكن هل الاهلي بقى هي هي ازاي؟ لا مش كده. يعني انت دلوقتي انت مثلا هو 2 مليون دولار انت خدته مليون ونص تقريبا او مليون و400 بالمصري كان يساوي 7 ونص مليون جنيه وقتها، النهارده ما يساوي ضعف هذا المبلغ، ثلاث اضعاف هذا المبلغ. النهارده هو بيديله 30 مليون جنيه في السنه. انا بتكلمك لا ما اعرفش مديله كام، انا اللي عايز اقوله ايه قبضه في ايده كام؟ 40 مليون، مش ده اللي بيتقال؟ بس ده هو ده الخطوره يا استاذ ابراهيم والنبي، ونبي ما تنط على دي عشان خاطري، لان هي دي لب الموضوع. استاذ ابراهيم هو ما خدش نص مليون جنيه، ما خدش نص مليون جنيه. انت لما تدي لعيب هذا المبلغ في ايده ويستمر مع الفريق وانت لا تدري فريقه لا يدري، وتبقى زمايله هم اللي عرفوا او يتقال لهم بقى ده هيعمل فيهم ايه؟ هذا الرقم يعمل فيهم ايه؟ يا خيبتكوا يا اللي سرعتوا يا اللي عملتوا، مش كده ده اللي كان هيتقال؟ طيب بعد كل ده هي بالظبط قصه جوحه والحمار. لو الاهلي ساب عبد الله، الاهلي فرط في احسن لاعب وفاشل اداريا وساد عبد الحفيظ مدير كره مش شايف شغله، الاهلي يتدخل يحافظ على اللاعب هي فين مبادئ وتقاليد الاهلي، الاهلي يجدد لعبد الله طب امال ليه بيعرضوا للبيع، الاهلي يجيب عبد الله يتمرن طب فين مبادئ الاهلي، لو ما جابوش يتمرن فين مصلحه مصر؟ هي جحا والحمار صدقوني. ف طب اي عشان امر هيستقر عليه الاهلي يعكس كده الموضوع، هيلاقي نفس اعكس كده الموضوع. لو كان مثلا طارق حامد افرض او شناوي والاهلي اداله 40 مليون جنيه وما قالش للزمالك هذا الكلام والولد ما قالش للزمالك هذا الكلام، كانوا هيطلعوا يقولوا له الفلوس وادار ملعب وجبتها منين وازاي حد يدفع 90% او 70 او 75% مقدم للعيب لسه بيلعب لفريق تاني، مش حتى يعني يا استاذ ابراهيم والله صدقني هي الكلمه كلها في الاخر كيف يصبح الاهلي مخطئا. ايوه ازاي تغلط الاهلي، هو ده الهدف وده المطلوب، عشان الصوره الذهنيه يعني اللي بعض استهدفها هذا الامر، الصوره الذهنيه اللي عند الجمهور جمهور الاهلي وهي ذاكره تاريخيه انه الاهلي بيتصرف على هذا النحو في مواقف كتيره، لا تبدا ازاي تضرب هذه الصوره الذهنيه وازاي تظهر الاهلي انه زيه زي غيره. يا سيدي ماشي زيه زي غيره، في النهايه هو بيتحرك وفقا للدفاع عن صورته وقيمته وحقوقه. انت مش عاجبك ده امر يخصك انت، هو عنده خاص بيتحرك بيه ماليش دعوه. اقول لكم بعض المفارقات في النظر حاليا لموضوع عبد الله السعيد. الوطن قالت الاهلي يغرم السعيد، وقالوا ان سيد عبد الحفيظ مدير الكره قرر توقيع عقوبه ماليه مغلظه على عبد الله السعيد بسبب قيامه بتصوير حلقه في برنامج المقالب اللي بيقدمه رامز جلال. سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال انه هيتم توقيع عقوبات مغلظه على اي لاعب يقوم بتصوير اي برنامج خلال الفتره الحاليه دون الحصول على اذن، ودي مساله مش بس اتحط فيها عبد الله السعيد في العنوان، اي حد هيخرق النظام هيتعاقب. يصور برنامج، يصور اعلان، يصور غيره بدون اذن وبدون ترتيب مع مدير الكوره ومع اداره الكوره بيبقى غلطان وفقا للائحه، لان هناك حقوق النادي بيدافع عنها. فدي مساله مش مقصود بيها عبد الله سعيد في حد ذاته. لكن المسا قالت ايه؟ ما انا قلت لكم لو ما استدعاش عبد الله سعيد للتمرين
وخلاص هو معروض للبيع، خليك في بيتكم لغايه لما نجيب لك عرض ونخلص منك، هيبقى الاهلي قاسي وجاف جدا وبيتحرك وبيتصرف ضد مصر، وانه ده احسن لاعب في المنتخب وانه محتاجينه جدا للمنتخب، وانه الاهلي كده بيعاقب مصر، كان هيتقال كده. طب الاهلي جابه يتمرن، يبقى الكلام ايه؟ جوحة تاني. الاهلي بدا مسلسل تاديب السعيد، حرمه من مكافآت آل الشيخ الخاصة بالفوز بالدوري، وده كلام طبعا إذا كان فيه مكافأة مشروعة للفريق ده. الأهلي إدى حسام حسن وإبراهيم حسن مكافأة الدوري وهما في الزمالك، بعتها لهم. فبالتالي حسين ياسر محمدي نفسه، مفيش لاعب مشي من النادي الأهلي وله حقوق المكافأة دي ما خدهاش. لا 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 لا، هي مش سياق المكافأة دي كانت إيه؟ إن عبد الله السعيد جدد برقم كبير، خد من الزمالك مبلغ كبير وجدد عشان يمضي عندك، جدد بمبلغ كبير خلاص حقه وصل له بدري. فهو قدم مكافأة تعويضية بمناسبة الدوري لتعويض الذين التزموا وقدموا عقودهم على بياض تقديرا لموقفه، يبقى ادي فيها لعبد الله السعيد اي منطق يعني. اذا صح واذا صح هذا هو ده الصح اللي لازم يتعمل. طيب الاهرام عرضت اربع سيناريوهات، قالت ده اللي بيحدد مستقبل السعيد مع الاهلي، اقربها قرار لجنه الكوره. وتحدث الزميل عبد الحكيم ابو علم في هذا التقرير عن الغموض الشديد اللي بيسود علاقه الاهلي بحسام او بعبد الله السعيد. بيقول ان المصادر قالت ان الاتجاهات الاربعه تحدد الى ابعد مدى مستقبل اللاعب مع الاهلي، وان كانت كل المؤشرات تشير الى الالتزام بقرار لجنه الكره عرضه للبيع وعدم لعبه اي مباراه والمدعوم من الجماهير، وهو ما سوف يترك غضبا مكتوما لدى الجهاز الفني للاهلي وللمنتخب الوطني. الجهاز الفني للاهلي لا، لانه مبدئيا الكابتن حسام البدري الراجل مش شغال بشكل منعزل ومنفصل عن سياسة الكرة واستراتيجية الكرة وصورة النادي الأهلي وقيمته. ما بي يعني كون ان هو او يزيد على كده ان هو ابن النادي الأهلي، واحد من الحريصين جدا على صورة النادي الأهلي، هو كمان شايف الصورة بالكامل قدامه. عبد الله السعيد مش معاه السنة الجاية، الموسم اللي جاي عبد الله السعيد من دلوقتي معروض للبيع، فبالتالي السنة الجاية هو في نادي تاني، وحسام البدري هناك اتفاق على استمراره وتجديد عقده. الطبيعي جدا ان حسام البدري من دلوقتي هيبحث عن البديل، البديل كشخص او البديل التكتيكي في الملعب اللي يخليه يحسب حساباته الفنيه على انه الراجل ده مش معاه، كون انه بيمرنه، كون انه اللي يبقى موجود معاه، كون انه يشرف على تاهيله، ده لعيب مهم في منتخب مصر وفي مرحله مهمه. ولو فاكرين كانت كل الناس بتتكلم على عايزين نحسم الدوري بدري لانه من اهم مكاسبها نريح الدوليين المجهدين عشان المنتخب، مش ده كان المطلب؟ طب الاهلي حسم الدوري بدري، عبد الله السعيد واحد من الدوليين المجهدين، لما يريح دلوقتي ما بقتش راحه، بقى تهذيب وتاديب وتجدير. اللي كانوا بيطالبوا بيه قبل الازمه ما تتفجر انه الاهلي يريح عبد الله السعيد واللعيبه الدوليه المجهدين جدا عشان المنتخب وكاس العالم، لكن دلوقتي الراحه ما بقتش راحه، بقت تاديب يا باشمهندس. بص عشان برضو الناس تبقى فاهمه، ليس ما نقوله الان انا وانت ليس هجوما او تصعيدا لمشكله الكابتن عبد الله السعيد. احنا بنشرح هو الاهلي ايه اللي مزعله في الموضوع بس، لكن عبد الله السعيد يا اخوانا يجب ان يهيئ له الظروف للتدريب، وكفايه كلام بقى في الموضوع ده من فضلكم. اذا كنتوا بتقولوا منتخب مصر يا جماعه يا اللي بتفتحين الجدل على مصراعيه، سيبوا الراجل بقى يركز عشان منتخب مصر واقفلوا هذا الجدل. عبد الله لاعب مهم، كابتن عبد الله لاعب مهم وكان مهما للاهلي وهو مهم لمنتخب مصر، سيبوه بقى يركز، لان احنا بنتكلم في ايه؟ الاهلي حسم الدوري وخلال الشهر الجاي الشهر اللي بعديه هيبقى المنتخب واخد لعيبته. احنا بنتكلم دلوقتي على مباراه الكاس فقط التي قد يكون هناك اهميه انك تلعبها
بالباور بتاعتك كلها. طيب عشان نشوف الإعلام إزاي راكب حمار جحا في هذه القضية، القنوات الفضائية كيف عالج مقدموها وضيوفها موضوع عبد الله السعيد؟ البداية في LTC الزميل أيمن أبو عايد. أو شايف الملف بشكل عام إزاي؟ بص بمناسبة يعني بمناسبة ملف الأهلي النهاردة في حاجة مهمة خطيرة. النهاردة مشاركة عبد الله السعيد في المران تكشف ان هو ما كان يتم التحدث عنه هو مبادئ الاهلي مجرد مصطلحات ليس لها اي قيمه واستخدمها البعض لتحقيق مصالح شخصيه. كلمه مبادئ الاهلي كان في كلمه مبادئ الاهلي دي كان هناك من يحترمها من مجالس الادارات وتطبيقها، لكن الان كلمه مبادئ الاهلي كلمه مطاطه يتم استغلالها. واللي حصل ايه؟ فحصل جاف ازمه عبد الله السعيد في توقيعه لنادي الزمالك. الدنيا اتقلبت والجمهور اتعمل. كان في وقتها الكابتن محمود الخطيب طلع تصريح واضح قال خلال 5 ايام لو ما جددش عبد الله السعيد واحمد فتحي هيتم استبعاده من النادي الاهلي. ده كان تصريح وكان تصريح رسمي بالفعل. عدى 5 ايام، عدى 10 ايام ومفاوضات مستمره مع عبد الله السعيد وما فيش اي حاجه. حتى لدرجه بدات الكلام كل الناس كلها كانت عارفه ومصر كلها وعارف الخطيب ان المفاجاه بتاعه رئيس نادي الزمالك هي عبد الله السعيد. واخر يوم كان ليه تمرين الراجل وكان مفروض ان هو هيعلن توقيعه في نادي الزمالك. الكارثه بقى في حته، انا كنت دايما احنا زمان احنا في ايام مجلس الكابتن حسن حمدي كان يقول لك حاجه اسمها سحر الخطيب. يعني ايه سحر الخطيب؟ يجي المهندس عبد القيع بيتكلم في صفقه والمهندس عبد القيع في لعيب مثلا فشل في التعاقد، ما يقول له خلاص هتكلم الخطيب هتكلم الخطيب والخطيب يكلمه دي انتهى. يعني ايه حاجه خلاص يعني وصل كلام الخطيب؟ فده كان واقع ولا كان بيتم تصديره؟ لكن كان كان فعل في وقتها ده كان بيحصل. لما تيجي انت دلوقتي يجي الكابتن الخطيب يقعد اكتر من شهر ازمه عبد الله السعيد قائمه وما اعرفش يحلها، ويجي الشيخ آل ترك في لحظه يدخل النادي الاهلي ويجيب اللعيب، وفي لحظه اللي هو كان موقع تلقى الامور اختلفت تماما. فالناس اتكلمت عن مبادئ الاهلي ان ازاي النادي الاهلي يقبل ان هو يتعاقد مع لعيب كان تعاقد تاني مع النادي الزمالك. فطلع لك لا دي مبادئ الاهلي، الكابتن النادي الاهلي عمل حاجه جديده. هيأدبه ازاي؟ قال لك هيتم التعاقد مع اللاعب لكن هيتم بيعه، لن يلعب في النادي الاهلي مره اخرى. وبدات الناس تتغنى بالكابتن محمود الخطيب، لا ان الكابتن محمود الخطيب ارسم مبادئ رغم انه في الوقت ده كان بيحفظ ماء وجهه وليس مبادئ الاهلي. انت راجل لعيب رفضك خلاص، انت لاعب رفضك خلاص ما تجددش ايا كان راح الزمالك ايا كان، مالكش دعوه بالناحيه الجماهيريه بقى. اللاعب مضى في نادي الاهلي تحت تهديد؟ لا ما فيش حاجه، لا هو يا فندم هي لغه المال تحدثت سواء كان توقيع غير اي لغه المال ما تصدق. لغه المال تحدثت في توقيعه للزمالك ولغه المال تحدثت في توقيعه للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي قال لك لا اللاعب ده مش هيلعب تاني، وناس تكلمت على المبادئ. قال النهارده بدات النغمه تتغير. لا اصل عبد الله السعيد الفريق محتاجه، النهارده عبد الله السعيد تشارك في التمرين. طب لا هيلعب ماتش طنطا ولا لا؟ هو صعب يلحق ماتش طنطا بس يلعب بعد كده. طب انت الاول انا قلت لا لعيب مثلا ما كانش موافق على التوقيع ازاي يلعب عندك؟ لعيب رفض النادي الاهلي كنت تقول هتبيعه. بدات الامور تتغير، بدات الناس تتكلم. والدليل يعني واحد زي مثلا موجود على راس الجهاز الفني الكابتن حسام البدري كان في يوم من الايام ساب النادي الاهلي عشان الفلوس، وفي نفس الوقت ده كان المهندس عادل القيعي ليبيا راح ليبيا. نعم. والمهندس عادل القيعي والناس دي هجمته وقال لك باع النادي الاهلي ولما رجع بقى احسن مدرب. لا النادي الاهلي لو انت بتتكلم عن مبادئ وقيم يبقى تقرها للنهايه. فانا شايفه النهارده ما يحدث في النادي الاهلي كتب نهايه كلمه شيء اسمه مبادئ النادي الاهلي. طيب انتقل. اتفضل. خلاص هقول ايه؟ ده بقول لك كتب نهايه كلمه مبادئ. يعني موضوع كتب نهايه مبادئ هي دي ده مربط الفرس. يعني الموضوع سيبك بقى من عبد الله السعيد وسيبك من القصه ان اسدل الستاره على كلمه مبادئ النادي الاهلي. خلاص مش هنقول اكتر من اللي قلناه. بليغ ابو عايد صديق وزملكاوي وراهني على ماتش الاهلي والزمالك 3 4 مرات. وكل مره اقول له هتوفر فلوسك، يقول لي هعشيك لو الزمالك كسب. جيرانك الاول لو الزمالك كسب يدفع هو. ايوه يقول لي انا نفسي ادفع. فبالتالي هو بيتكلم بمنطق انه كراجل زملكاوي كان يسعده جدا انه الامر يتم لغايه اللقطه الاخيره. اللي بليغ بيتكلم عليها انه عبد الله سعيد رايح اخر تمرين من الاهلي. يعني هي دي من مبادئ الاهلي انك ما تسيبش اللعيب يتخطف منك بالظبط. وهي يا جماعه صدقوني كل الدوافع مفهومه، بس تعالوا نتكلم بشكل واضح جدا. يعني لو الاهلي كان مضى الشناوي ها ورجع الزمالك مضاه، هيبقى الاهلي هنا عنده مبادئ ولا الموقف معكوس بقى؟ لا اللي انا
انتوا ليه فاهمين ان احنا متخانقين على لاعب في حته تانية؟ ده لعيب النادي الاهلي. وحكايه ان هو وحكايه ان هو استغل وجوده في التمرين، يعني ايه استغله؟ ما هو موجود في التمرين. عبد الله السعيد لغايه وقتها يوميا في النادي، يوميا بيتمرن، بيشارك في المباريات. هو احنا داخلين سبق على واحد في نادي تاني؟ ده لعيب عندي في الفرقه ومن احسن اللعيبه اللي عندي ومعتمد عليهم بشكل اساسي، والكابتن حسام البدري بيقدره فنيا جدا. لحد 24 ساعه من توقيع الكابتن عبد الله ما حدش متاكد انه ده ناس كتير كانت مستبعده هذا الكلام. طبعا انا واحد منهم، ما كنتش كنت متخيل ان في عرض زي ما بيتقال من بره. انا كان عندي في غموض، لان ما كانش بيفصح عن ماهيه العرض يعني. في موقف غامض، لكن ان يتقال لا، انك انت لما عرفت انه مضى للزمالك خدته حتى بفرض. طب ما انت لما عرفت ان وائل قباني مضى للاهلي طلبته، دخلته وطلبته، وعرفت شيكابالا طلبته، دخلته. ايه اللي قلت مبادئ منك في هذا الامر يعني؟ يعني لعيبك ورجع نادي، والله الاعلام راكب ورجع نادي مسترد، بس الطرف الثاني اللي عنده مبادئ بقى قال لك اتفضل ادي العقود. ادي مبادئ، هي دي المبادئ، هي دي المبادئ، انه لعيب مش عايزني. فحتى كلام بليغ يقول لك الاهلي كان المفروض عنده مبادئ، لعيب مش عايزك خلاص. مين قال انه مش عايزك؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي نتفق مع بعض على كده؟ لا لا لا، تعالوا نتفق على الحته دي. طب هو عيط ليه؟ هو عبد الله السعيد لما جه الاهلي مش رفض الزمالك؟ مش الزمالك سعاله بقوه لدى الاسماعيلي بقوه شديده جدا، وقدم عرض كبير، وفي الاخر عبد الله اختار الاهلي؟ إذا كنا هنحتكم لحتة حساسية الاختيار نفسه، ده وقتها. لكنه النهاردة بس هو لما انهار في حضن حسام البدري وعيط، ده واحد مش عايز الأهلي؟ عايز الأهلي، بس هو تعرض لضغط شديد، تعرض لإغراء كبير يا أخي. والله ناس كتير جدا، يمكن إحنا منهم الله أعلم، بتشوف 40 مليون جنيه هتاخدهم في شنطة وتروح. العقد قيمته 90 مليون، يعني حتى اللي جاي انا مش عارف الرقم ده بيتقال كده. لا 3 في 30. مين قال الكلام ده بس يا استاذ ابراهيم؟ ما شفناش العرض. يعني ايه هو كلام 30 مليون و 40 مليون؟ هو خد عرض، يعني هو اتقال انه مليون ونص ولا حاجه دولار في السنه. احسبها بقى انت في سنتين تبقى كام. بس هو خد مقدم كبير، هو المشكله في المقدم، والمقدم اتحطت له الفلوس على الترابيزه. ها اديني عقلك بقى، عايزه قوه. لكن اللي هذه يؤخذ عليه تاني، انك كان ينبغي تبلغ يا جماعه انا بصراحه فرصه ومش هتتكرر، والكلام ده هيحصل لي كام، انا يمكن ابطل كمان سنه ولا اتنين، 40 مليون جنيه وانا خلاص معلش جايلي هنا، انا بقى اخد قراري بقى. بالظبط. يديك زيهم في ساعتها؟ طب لو اديتك زيهم هتمضي لي؟ طبعا امضي لك، ويمكن لو اقل مليون ولا اتنين كمان. طيب اتفضل. او لا انا مش هقدر ادي لك كده، بس بقى معلش يا عبد الله صعب انك تلعب معايا بانتظام وانت معاك الفلوس دي كلها، تخش على الفرقه بالفلوس دي كلها. هي دي النقطه يا استاذ ابراهيم. طيب نشوف كمان. انما عبد الله اي حد مكانه هيتروش، ما نقدرش نقول انه مش هيتروش. صحيح صحيح. ثانيًا ما تقعدش تناقشني انك انت ما نجحتش تاخد عبد الله فتناقشني في مبادئي. مالكش دعوه بمبادئي. طب ولن يزدل الستار ابدا على مبادئ الله. نشوف بقى كابتن سيف زاهر عن حقوق الاهلي في الموضوع ايه. عبد الله السعيد امبارح نزل تمرين نادي الاهلي واتمرن في تمرين نادي الاهلي. بعض الناس بتنادي وبتقول ان مبادئ الاهلي بتقول ان عبد الله السعيد لازم تذبحوه وتجيبوا رقبته، وعبد الله السعيد لازم ما يلعبش تاني في النادي الاهلي، وعبد الله السعيد وعبد الله السعيد وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد في قرار لجنه كوره بالنادي الاهلي ان هو مش هيكون موجود الموسم القادم في النادي الاهلي. عبد الله السعيد مما لا شك فيه انه واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في مصر، ومصلحه المنتخب الوطني ان هو يلعب. ولكن سيبنا دلوقتي بمصلحه المنتخب الوطني. انا بقى بفكر بشكل احترافي زي ما العالم كله بيتكلم. انا النهارده كعبد الله السعيد مضيت للزمالك، ما مضيتش للزمالك، انا النهارده هلعب في الاهلي مش هلعب الاهلي، انا حاليا لاعب في النادي الاهلي. بتمرن، باخد مستحقاتي، باخد فلوسي، ما عنديش اي مشكله. يبقى العقل والمنطق يقول النهارده ان انا استفاد منه،
استفاد منه يعني ايه؟ يعني حتى نهايه عقده، حتى الموسم ده ألعبه ما لعبوش، دي قصه تخص الجهاز الفني بس. تيجي بقى السنه الجايه حضرتك تبيعه، تمشيه، توديه للزمالك، تطلعه السعوديه، توديه الامارات، زي ما انت عايز، من غير حتى ما اتكلم اقول له لا مصلحه منتخب ولا عبد الله احسن واحد ولا شخصيه محترمه ولا اي حاجه خالص. انا شايف ان احنا الموقف لازم الناس تتعامل معاه بشكل احترافي. اخطا عبد الله السعيد يتحاسب عبد الله السعيد، بياخد فلوس عبد الله السعيد يشتغل بيها اهو عشان الناس تفهمنا بمنتهى البساطه. عبد الله حاليا على رادار النادي الاهلي او على ذمه النادي الاهلي، يلعب بقى الماتشات المتبقيه من الدوري هم احرار، عندهم ماتشين افريقيا جايين عايزين يلعبوه يستفادوا منه هم احرار. انا واحد من الناس اتمنى عبد الله يلعب، لان عبد الله لو لعب هتفرق بشكل كبير جدا مع المنتخب الوطني الفتره القادمه، لان عبد الله لعيب يفرق مع المنتخب الوطني. عشان تيجي النهارده من شهر 4 النهارده لاول مباراه هيلعبها مع المنتخب يوم 26/5 تقول له ما تلعبش الشهرين دول واتمرن بس، يبقى الامور صعبه جدا جدا جدا. فارجو النادي الاهلي يتفهم القصه، ارجو ان البدري يقدر ان هو يتواصل مع اداره النادي الاهلي، لان عوده عبد الله السعيد ده مش قرار حسام البدري، ده اعتقد قرار مجلس اداره نادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. طيب اهميه كلام الكابتن سيف زاهر انه عضو مجلس اداره في الاتحاد، يعني واحد من صناع القرار. بس انا عايز اسال سؤال في الجزئيه لمصلحه مصر، انه عبد الله يلعب ماتشات، وقال سيف انه ما ينفعش يقعد فاضي من شهر 4 لغايه لما هيلعب في كاس العالم في شهر 6. طيب كلام كويس، موافقك، بس ايه راي سيادتك في المجموعه القادمه من الدوري السعودي؟ عصام الحضري، عبد الشافي، مؤمن زكريا، محمود كهربا، دول الاربع عناصر اللي شملتهم قائمه كوبر الاخيره، والدوري السعودي هيخلص كمان الاسبوع الجاي. هتعملوا ايه بقى؟ مش دول هيتمرنوا بس برضه؟ ولا كاتحاد مصري هتمدوا الدوري السعودي؟ هي نفس المنطق. كنتوا بتتكلموا على انه العناصر الدوليه محتاجه راحه. لا طبعا لا. رأيي الفني سيبوا كوبر ومعاونيه يجهزوا اللعيبه بالطريقه اللي هم عايزينها. هو الكابتن الجوهري ما كانش بيطالب بتفرغ اللعيبه المحليين وايقاف الدوري للدوري، ده لغى الدوري في سنه 90. طيب اعتبر يا سيدي ان كوبر خد اللعيبه الدوليين عنده او جزء من كبير منه. لو لعبت عبد الله هيبقى اجهدناه وانت حسمت وقد الدوري يصار. وقد يتعور. ما انا بقول لكم عموما، واحد من نشطاء السوشيال ميديا الحقيقه الزميل شريف جمعه، عنده شريف وتخطيف عامله شو جامد على الفيسبوك. شريف في مداخله له مع قناه دي ام سي سالته شيما عن ايه موقف عبد الله السعيد، نشوف هو الاخر اتكلم على المبادئ والتقاليد ازاي. كلام كتير قوي عن عبد الله السعيد وعن كلام لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي ان عبد الله السعيد هينتظم في التدريبات ان شاء الله من يوم السبت القادم. ايه حقيقه الكلام ده، وهل فعلا النادي الاهلي هيرجع تاني يسمح لعبد الله السعيد ان هو يلعب في صفوفه لحد نهايه الموسم؟ طبعا احنا داخلين على كاس العالم، ودلوقتي الموضوع يعني الموقف متازم جدا، عبد الله السعيد مش عارف يروح في حته ثانيه دلوقتي، وفي نفس الوقت محتاجينه جدا في منتخبنا الوطني الاول. وطبعا ده كان واضح جدا من خلال معسكر زيورخ قد ايه هو لاعب مهم جدا ولا غنى عنه في منتخبنا الوطني الاول. شايف الموضوع ده هيمشي ازاي؟ شيما خلينا نفصل الاول بين عوده عبد الله السعيد للتدريبات وعوده عبد الله السعيد للمشاركه في المباريات، عشان بس البعض بدا يتاجر بالمقوله ديت مبكرا. عبد الله السعيد لا يحق للنادي الاهلي او لاي نادي منع اي لاعب انه يشترك في التدريبات او تجميده من المشاركه في التدريبات، وهذا ما يجرمه الفيفا. فالنادي الاهلي عبد الله السعيد لعب في النادي الاهلي من حقه انه يتدرب، لكن مش من حق عبد الله السعيد القرار بقى للنادي الاهلي انه يشترك في المباريات. قرار النادي الاهلي التاديبي واضح وصريح، تجميد عبد الله السعيد عن المشاركه في المباريات. عبد الله السعيد حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي مش هيشارك في اي مباراه مع النادي الاهلي. عبد الله هيجي هيشارك زيه زي اي لاعب من ال 30 لاعب اللي موجودين سواء في الفريق الاول او الصاعدين تحت السن في التدريبات، ولن يمنعه احد. حته المشاركه في التدريبات هي
دي قرار الاهلي التاديب، فهنلاقي عبد الله هيرجع يشترك في التدريبات، وهنلاقي في مباريات الاهلي المتبقيه عبد الله السعيد خارج المباريات. ده اختصارا للامر. يعني هو يعني خلينا بقى يعني طبعا ما خرجش كتير عن اللي اتقال، بس يستخدم لفظ تجميد، ما فيش كلمه تجميد في القرار. وعايز اقول حاجه، الناس ما ناقشتش احتماليه عرض عبد الله السعيد للبيع، ما قالوش وعدم ارتدائه الفانيلا الحمراء. عرضه للبيع، لان اولا الموضوع خرج عن اطار ان اللعيب ده بالقيمه السوقيه بتاعته بالملابسات بتاعته في اصبح المناخ في الدوري المصري هيبقى صعب عليه، سواء راح الزمالك، سواء بقى في الاهلي، سواء يعني اي وضع، الموضوع بقى صعب، في اشكاليه في العلاقه مع الجماهير. فلما تعرضه للبيع في انديه هتشتريه، او الاعاره، او ما يجيلوش حاجه، او هو يرفض، يعني في احتمالات كتيره جدا. ما نقدرش على طول نحط العربيه قدام الحصان. انت بتعمل قرار وبعدين بتشوف الامور هتمشي ازاي فيه. لكن القول الذي لا يقبل الجدل، لا يمكن منع عبد الله السعيد تحت اي ظرف من الظروف انه يتدرب ويلقى كافه العنايه الطبيه والصحيه والتدريبيه وكل حاجه داخل النادي الاهلي. هذا قولا لا، مش واحدا بقى، لا يقبل المساومه لاعتبارات، اولا كونه لاعبا محترفا وهذا حقه، ثانيا ما عندفيش قرار بايقافه، ولا يزال لاعب في النادي الاهلي، ولا يزال لاعب في النادي الاهلي، ثالثا عشان المنتخب المصري. وانت قلت حاجه مهمه جدا، طب ما انت عندك خمس ست سبع لعيبه يمكن على ضوء برضه، ما انت ممكن تلاقي حد يتالق في الدوري السعودي برضه من اللعيبه اللي هناك دي وعايز تضمه. هو الدوري هيخلص في ابريل، فهيخلص في ابريل هتعمل فيهم ايه؟ ده بالعكس فرصه ذهبيه. يعني كان هناك من ينادي بسحب اللعيبه الدوليين من انديتها، وخصوصا بعد ما المراكز هتكون تقريبا شكلها اتضح. فيتفرغوا للمنتخب. اليس هذا مطلبا فنيا للمنتخب؟ ضروري يكون مطلب فني. لكن الحقائق الاكيده في هذا الموضوع، عبد الله السعيد لاعب في النادي الاهلي، تمرينه يوميا مع زمايله في النادي الاهلي، يلقى كل العنايه والرعايه من قبل جهاز النادي الاهلي، قرار مشاركته في المباريات في بقيه الموسم هو قرار يملكه المدير الفني بالترتيب فيه مع لجنه الكوره لضوابط العلاقه نفسها. من الناحيه الاحترافيه معروض للبيع والاعاره. نهدى بقى شويه، نهدى، لا ليها علاقه لا بالمبادئ ولا بالتقاليد. يعني انت رايك معايا ولا هذا الرجل؟ مش معايا في هذا الامر. نهدى بقى طبعا ونسيبه. طبعا يعني احنا مش بصدد حرق لاعب او حرق عبد الله السعيد. طبعا يجب ان يلقى بقى المسانده من اجل المنتخب، لكن بما لا يخل بقرار المجلس. بس انا بلخصها لك في الجمله دي، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، نهائي بطوله افريقيا لكره الطايره ان شاء الله الاهلي يكون موجود في النهائي ويحتفي بيها. لكن الاهم من ده، بجانب ده، المهندس عادل القيعي الخميس عنده فرح في اسكندريه وعنده حفل تكريم لعطائه الكبير من قبل نادي سبورتنج. تاني يوم نفتقدك يوم الجمعه. نفتقدك الخميس. ايه؟ نفتقدك الخميس. التكريم ده يوم الجمعه، الفرح يوم الخميس. ان شاء الله. بقى هقول لك حاجة مقدما. الله يبارك لك. ابن اخوي يعني الحمد لله، ربنا يبارك له، كريم وربنا يعني يسعده باذن الله. مشكورة يعني، مشكورين في نادي سبورتنج يعني، تذكروني وقالوا لي عايزين نكرمك. والمفارقة الجميلة ان يعني انا رحت نفس المجموعة اللي كانت استدعت الكابتن صالح سليم، او طلب التكريم الكابتن صالح سليم في زيارة الوحيدة اللي اتعملت مجلس إدارة نادي، وراح برضه نادي سبورتنج بنفس الأستاذ أحمد الشيخ، كان هو متبني القصة أيضا. فالشكر الموصول ليهم. شكرا جزيلا لحضراتكم، ويبقى دائما وابدا الاهلي زين النوادي، خيره ما كتب الامير عبد الله الفيصل وغنى ولحن محمد الموكل.
تحيه وجلاله ايها